نعم نعم تفضل أخي، سأجيب على أسئلتكم، تفضل. صافي بليزير. دونك انت دوكا ماكش قادر تعطينا رؤوس الاقلام تاع المشروع تاعكم هذا هكذا؟ لا ما ماكش. يا أخي، احنا يا أخي داخلين أنت يعني دخلت، سامحني، أنت يعني دخلت نوعا ما متأخر. أنا شرحت لهم أنه عندنا يعطيك مشروع الصحة. كبير في استثمار في الملابس من الجيل الجديد، يعني الملابس هذه راح تكون صديقة للبيئة ويعني مضادة للحساسية، ويعني نوعية القماش يعني من الجيل الجديد وراح نطوروه بالذكاء الاصطناعي. أكيد المشروع هذا لازم تمويل، والتمويل هذا لازم مستثمرين. أي شركة في العالم تحتاج مستثمرين لتمويل مشاريعها. احنا في التمويل هذا، الشركة كي ينجح المشروع وتكون عندها أرباح، أكيد المستثمرين راح يكون عندهم نصيب من الأرباح. يعني معليش أنت دخلت متأخر نوعا ما. لا معليش هكذاني فهمت الفكرة. سما راح نعم حاب تقول نعم باللي راكم بريسك تأسوا في فرع تابع لشركة زارا الأم هكذا؟ نعم نعم شركة زارا يعني الإسبانية. بصح نطرح سؤال برك أخي وماذا بينا تجاوبوا. اسكو شركة زارا الأم اللي معروفة عالميا وعندها نسبة مبيعات كبيرة ومعروفة، نعم نعم شركة والكبيرة زارا هي المنتجات شركة تاعها؟ عالمية، المكتب تاعها يعني في إسبانيا، وعندها مبيعات يعني في أمريكا، في أوروبا، عندها حتى هنا في داكور. الجزائر، يعني عندها مكتب وعندها عدة محلات، دوكا يعني شركة شركة زارا، معروفة، عندها موقع، عندها تطبيق، يعني شركة عالمية. يعطيك الصحة، شركة عالمية. دوك شركة زارا مانيش على بالك شحال كابيتال تاعها، شحال يعني شحال رأس المال تاعها. تستنى مستثمرين صغار من الجزائر اللي هي كيما نقولها ما عندهاش بالك فرع في الجزائر، وقيلة زارا لا يا وقيلة ما أخي، عندهاش. لا يا أخي، حدث معلوماتك، يعني أنت يعني المعلومات تاعك ما هيش حديثة. زارا عندها مكتب لا في يا الجزائر، وعندها عدة محلات في لا العديد يا من شيخ، ولو عندها الولايات، مكتب ولو عندها مكتب ولو عندها عندها محلات في مكتب العديد من الولايات يا أخي. لا شوف يا خويا شوف دقيقة بس نعطيك واحد المعلومة. نعم شوف انت كيفاش. اسمح لي صوب العلم قاطعتك، كمل برك الفكرة ما تروحليش ونرجع. سمعت، تفضل تفضل خويا تفضل. أنا في شوف شوف الاستماع زارا نسمع. خويا كون كلوجيك في حياتك. راس مال شركة زارا راهو 106 مليون دولار. 106 مليون دولار باقاك تيماجيني في نعم الرقم هذا 106 مليون دولار. نعم اكتيماجيني برك تخيل نعم نعم راس تفضل مالنا تفضل. 106 مليون دولار. اك جاي تقنعني باللي مول 106 مليون دولار كرأس مال يحوس يستثمر مع بشحال استثمار بشحال مينيموم تبدا نقدر نستثمر معاكم؟ يا أخي يعني جاوبني تقدر جاوبني سؤال خويا تستثمر زارا. خويا زارا باش شوف باش نمدوا كيما نقولوا للحوار نعطيوه طريق كيما نقولوا، ما نبقاوش نهضروا في الهضره أكيد الدبلوماسيه هذيك على أكيد. تقول لي استثمار وتدخل معانا وتخرج وكذا. اعطيني اجابه دقيقه باش نوصلوا وين رانا رايحين، بشحال نقدر ندخل معاكم كمستثمر مينيموم؟ شكرا أخي، شكرا. أولا النقطة الأولى اللي حبيت أنوه عليها، أنه تكلمت على شركة زارا وعلى رأس المال تاعها، خويا ويعني العباد هذا دليل، هذا جاوبني على دليل يعني الكيستيون، على جاوبني نقص. على الكيستيون ما اسمحني تهربليش، جاوبني على الكيستيون باش نكمل في كلامي، جاوبني على الكيستيون برك، بشحال سامحني يا أخي، نقدر سامحني ندخل يا أخي، معاكم كمستثمر كرأس سامحني مال يا أخي، مينيموم سامحني. بشحال؟ هذا سؤال باين واضح، بشحال نقدر هذا دليل على نقص المعلومات اللي عندك، يعني خلينا نقول ما راكش محدث المعلومات تاعك، لأنه صحيح أنه رأس مال الشركة يفوق 100 مليون دولار، لكن كي نقولوا رأس مال تاع شركة رانا نتكلموا على كل ممتلكات الشركة. يعني هذيك الرقم اللي ذكرته هذاك 100 مليون راهو يمثل قيمة الأراضي وقيمة المصانع وقيمة كل ممتلكات الشركة، يعني المحلات. وشركة لما تبيع يعني يكون عندها مداخيل، والمداخيل هذيك يعني ربما عندها ضرائب تخلصها، عندها أجور العامية العمال، عندها بزاف أمور. ولكن شركة كي تطمح في مشاريع كبيرة، ومشاريع كبيرة هذه يعني خلينا نقول رأس المال لازم لتمويل هذه المشاريع لا يكفي، يعني خلينا نقول سيولة ما كانش. لذلك وهذه يعني كاينة عند معظم الشركات الكبار، يعني ابحث في الموقع في الانترنت، معظم الشركات الكبار لما يديروا مشروع جديد اكيد يبحثوا على تمويل، والتمويل هذا يجيبوا مستثمرين من كل انحاء العالم. والان في وقت تواصل مواقع التواصل الاجتماعي اصبح التواصل بين الشركة والمستثمرين يعني سهل للغاية، يعني ماهوش سؤال ثاني. نعم كمل بكره نقرب ما اكثر جاوبتنيش على كمل سؤالي، ما جاوبتنيش على سؤالي، ليه هو بشحال نقدر ندخل كمستثمر معاكم مينيموم؟ يا مينيموم اخي اللي نقدر نستثمر الاستثمار يعني يكون على حساب راس مال تاعك، يعني ادنى ادنى نقدر. نعم نقدر ندخل بمليون، مليون نقدر ندخل نعم كمستثمر بمليون. ادنى مبلغ يعني تقدر تستثمر فيه، يكون عندك مستوى تاع مستثمر من المستوى الاول،
لأنه في العديد من المستويات، المستوى الأول حتى المستوى العاشر. المستوى الأول هو يدخل بمبلغ مليون. صح، مليون. تما راك تقول لي باللي زارة تحتاج مستثمرين في الجزائر يبداو يستثمروا معاها بقيمة مليون، 10,000 نعم. دينار جزائري، نعم هكذا، اللي هي وزارة اللي هي تعتبر شركة عالمية راس مالها 106 مليون دولار. نعم خمم شوية لوجيك في حياتك، راهي مليون بالدينار تاعنا راهي تمثل 0.000، احسب عدد اصفار قد ما تحب ودير واحد من راس مال الشركه. كيفاش المستثمر يحوس على راس مال كبير تمدلو انت في الزيروات؟ يا الله يهديك، يا الله يهديك. خمم والله يا شويه أخي، لوجيك. يعني انا كانسان مستثمر، اسمح لي، كانسان مستثمر نخمم، حاب نزيد الربح تاعي، نروح نستثمر مع ناس البي جي تاعهم طالع باش انايا نستفاد ونفيد. كيفاش نروح نستثمر مع واحد مليون وزوج ونلم سيدين لما سيدين 40 مليون جزائري اللي مهم يستثمر رقم؟ ايمن اسمعني، أكيد ايمن اسمعني دقيقه، خليني نهضر. ايمن اخويا الله يسرك، انت جيت جديد ما تعرفني، ما نعرف اخي هكذا. هذا السيد قال لك صاحب اللايف لماذا تسمح بالنصب والاحتيال؟ شوف خويا العزيز، اسكت، تشوف هي قاعد نسمح بالنصب والاحتيال؟ جاوبني ايمن، خلينا من هذا الدرس. لا معليش، انا راني نتناقش واني حاب، شوف اني حاب نوصل لواحد الفكره. انا الوحيد اللي في الجزائر، خارج فيهم طاي طاي وسينيالا ودي فيديو. انا اكبر واحد يحارب في الشركات الوهميه في الجزائر. يا يسفي، ولا روح شوف لي فيديو تاعي. هذا السيد طلع، انا دورت به 20 واحد، قاعدين يسانسروا فيه كما نقولوا احنا، يطرحوا له في الاسئله بكل حريه. قبل ما تصب المره الاولى كنا نهضروا عليها احنا. اخي زهره، اخي زهره، بين شخصيك عندي سؤال، نعم اسكو نعم كاين دروك في الوقت الحالي، اسكو كاين مستثمرين براس مال اكيد كبير؟ اكيد اكيد طبعا، يعني في المحاضره تاعنا نجم تقول لنا ابري هكا شعل؟ لا يا اخي، يعني في المحاضره يعني حنطر نتكلم معكم بكل شفافيه. كثرت، اسمح لي منصف، اسمح لي هذا انت منصف، هذا شركه كثرت خويا العزيز. هاي باي باي، روح الله يسترك. ما حبش انا على خاطر قدرتك على جماعه ما يعرفوني جماعه السنون السرخ السرخه عبد الله اكبرها، روح ربي يسهل عليك. باترون، ما حبش يفهم. باترون، نقطة نظام، باترون شوف، توجور دير حسابك على النفسية تاع الناس، فهمت؟ هاك على بالك النقطة المخفية هي الفارق في الموضوع هذا. على بالك حسن تعاونوا بزاف، وحاول تكبر قلبك هاك على بالك. لا بس لا، اسمح لي، واحد كي يطلع لا من الغباء، اجمع من الغباء، طالع عندي انت، طالع انا، طالع عند ايمن في لايف، واللايف البطونه عندك. انا من الغباء عندي اني نطيح الاول، نسبه ولا نحاول نستفزه، البطونه عندي. سي طلعت وهضر لايف، هضر، كان اصلا ايمن كي كان يهضر هو مصباح، وربي صباح ربي ويهضر، طلع ايمن قاعد يقاطع في ايمن في الهضره، وزاد قلت له ودي خلي ايمن يهضر، زاد وبعد يطاكي في السيد، معليش من حقه باش يتناقش معاه. انا ضد الشركات الوهميه، ضد كل شيء، المعروف لي فيديو تاعي كامله. ومن بعد اي خطره جايه تولي يضحكوا على ارواحهم، كاين جماعه بزاف اللي يضحكوا على ارواحهم، على بالي الطوب ستوري على باله. كي يهضر واحد، كي يهضر ما تقاطعوش، وكي تهضر خويا العزيز، احنا السيد راني طالق عليه، دايرين به ندور به 10 راهم يطاكيو فيهم، قلت له امشي عليه ما تطاكيوش، اسال واش حبيت وبوزي لا كاستيون اللي حبيت، وشنو بكل احترام. انا ماذا بينا انسان نصاب تكشفوه، لعاد انسان عادي تكشفوه، هذا ما هذا هو البي تاعي انا، ماشي شنو واحد وانا معروف في الدنيا كامله. انا راح يبان، شوف راح يبان مستوى الوعي، او راح يبان في حوار انا معروف. شوف انا لا بك على اللي ابوني ديها معاه، جامي قلت لواحد ابوني لي، جامي قلت لواحد دير جيم، وجامي قلت لواحد بارطاجي ولا دير فافوري. انا معروف كيما هاد اللي فتحت، وراني عندي كونت فيه 190,000 واحد اخر، وعندي واحد فيه 73,000 واحد اخر. انا جمهور فوفا، انسان عامل الناس باحترام، فاهم عليا؟ تفضلوا اسالوا. باترون عندي سؤال، باترون يعني عندي سؤال. زهره راك معايا؟ نعم تفضل. اسمح لي بك دقيقه الاخ باترون، يعني نشكرك على الكلام اللي قلته، ونشكرك على حسن الضيافه، يعني انك ضيفتني هنا مع في البث ومع اخواني، يعني اللي راهم حاضرين واللي راهم يسمعوا، يعني اقدم لك جزيل الشكر. تفضل اخي. تقدم لي شكرا، ما شكرا، انا كاينه حاجه تقدم لي شكر على راك. لا عدت انسان غلط، ترى الجماعه يدبروا راسهم فيك،
انا راك عندي ضيافتي، نلزم لك حاجه ما يطيحوكش ما يسبوكش، بس على الاسئله لازم تجاوب عليها بكل شفافيه. اكيد اكيد، الصدق والمصداقيه هو شعارنا يعني، واكيد راح نجاوب على كل خلاص الاسئله يعني بكل شفافيه. مصداقيه لك حاجتك. ناوي لك مضرب زهرة، الاكستنسيون اللي راكم دايرينها، البلدان اللي اكثر استثمارا في هذه الاكستنسيون اللي راكم دايرينها، اسكو تنجم تبدلنا معلومه ولا؟ يا اخي يعني في هذا المجال انا بصفتي اشتغل هنا في الجزائر، يعني عندي معلومات فيما يخص الجزائر يعني. اما في الدول الاخرى يعني هناك مسؤولين يعني، مع انا المعلومات المقر تاعكم والمعطيات اللي فين؟ عندي فيما يخص الجزائر. المقر تاعكم وين في الجزائر؟ نعم، المقر في الجزائر العاصمة يعني، شركة زارا يعني عندها مقر في الجزائر وعندها محلات يعني، لا لا خلينا نقول بالي عندنا في البلاد. لا 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 في انا تقريبا احكي على 19 ل 20 ولاية. سيادتك اسمع، لا بالي نعرفهم، على بالي نهضر على الاستثمار، صادير وين راكم دايرين المقر هذا، تاع باش واحد مثلا حاب يستفسر الاستثمار يجي عندكم. أكيد أكيد بطبيعة الحال يعني. تعرف هل أنت من الجزائر العاصمة؟ اها نعرف هذا الشيء. تعرف الشراقة؟ اها نعم، يعني المقر انت تاعنا متواجد في الشراقة. نجي لكم نقدر نستفسر على الاستثمار هذا. يا أخي الكريم، هناك محاضرة تقام عبر منصة زوم بعد الإتمام المحاضرة، يعني المهتمين بالمجال هذا وبالاستثمار راح يتوجهوا للمكتب تاعنا على مستوى الشراقة، في المكتب تاعنا يعني تم تتم الامور الاداريه يعني، واكيد راح تكون محاضرة وثيقه مجانية ولا بيننا. مدفوعة؟ لا محاضرة مجانيه مجانية ولا مدفوعة؟ مجانيه يا اخي، محاضره تعليميه يعني فيها العديد من المعلومات والمعطيات يعني، وراح وين نتكلم تديروها بلغه إن شاء الله؟ محاضره. هناك محاضره تقريبا مرتين في الاسبوع، تواصل معايا تواصل معايا، ويعني راح نستضيفك في المحاضره ويعني تشوف بعينك. سمعت وش يا رايك؟ وعليكم السلام. شوفت فاطمة؟ وش رايك؟ قلت لك انا غدوة ان شاء الله غادي نتواصل معاك في الخاص، انت قريب تطلعني انا علاش انا ما نكذبش عليك، انا صاي غادي نتواصل معاك غدوة ان شاء الله، غادي نتواصل مع الجار انا ثاني نتواصل معاك لك ونرسل لك في الكون. انا شحال نرسل لك خويا، نرسل لك سمعتني عندي واحد شويه تاع كابيتال نبدا نرسل لك خويا وصاي. بص على الاخ زار، لازم اللوجو عندهم، حق اللوجو اللوجو اسمع مدير اللوجو تاع زار، انا نضحك وبركة زعما ما تديرهاش كاش شخص، انا والله اللوجو تاعك تاع واحد مصاب ديرك. والله يا اخي نشكرك على الملاحظه، نشكرك على الملاحظه، ويعني مره ثانيه يعني تسمح لي نتكلم معك بكل صراحه، يعني هذا دليل على نقص الخبره تاعك يعني في مجال التسويق، لانه صوره كما هذه مش يعني دخلت السوق، انا ما نجي نسوق الروح انا باش تقول لي دخلت، ما نجي ما سوقت لكش اصلا، ما عندي حتى حاجه نسوقها لك باش تقول لي راك عندك اضافه تسويق، كي نسوق لك يا اخي كريم راك تتكلم مع مدير التسويق، يعني هناك استراتيجيه هناك خطأ يعني باش نعطيك اجابه، واني قلت لك هذا دليل على نقص الخبره تاعك. الصوره هذه هي عندي للفت اصلا الانتباه، شوف للفت الانتباه، ويعني الرمز اللي راني دايره في البروفايل هو رمز الدولار يعني رمز المال، واكيد انه هناك ناس مهتمين بمجال الاستثمار يعني بربح الاموال، يعني هو يعني خلينا نقول عنده جانب تسويقي اكثر. موافق في اختيار اللون؟ اكيد فقط. اكيد اللون تحسبه خضراء حشيش هذه يعني، من بعد نولي نقول تحسب كل خضراء حشيش. والله شوف يا زهر، نعم انا نتواصل معاك، تواصل معايا. حاب نعم حاب نستثمر سيدي، انا مانيش حاب نتعب، حاب نحط اصبر، حاب نفهم حاجه يا اخي، نحط من الاسوار تاعي ونستنى شحال هكذاك، شهر شهرين نضاعف. لا يا اخي لا يا اخي لا يا اخي، الاستثمار يعني يكون بوثائق، استثمار معليش يكون وثائق بعد كاين، المحاضرة ريجيستر كاين، كلش كاين، معليش قول لي برك كيفاش زعما، المهم عيط لي وين تنرفد صوارد، نحط صوارد ونروح نرفد صوارد، هذا هو الاستثمار عندكم. نعم نعم اكيد، هو يعني عليها. مساهمه في راس المال للشركه واخذ نسبه من الارباح، يعني هذا هو ايوه، مفهوم تاع نعطيك الاستثمار. مليون، نعطيك مليون ومور شهر تولي لي واحد 10 ملايين ولا 20 يا اخي. يا اخي الكريم انت يعني راك دخلت شويه متاخر في البث، لا فهمني يعني بعد المحاضره هذه اللي راح تكون تعليميه، الاستثمار يعني راح يكون في مقر الشركه، وراح تكون هناك وثائق يعني هناك عقد بين الطرفين بين المستثمر والشركه، وسحب سحب الارباح يعني يمكن ان تسحب الارباح تاعك يعني كل اسبوع، يعني احنا ندفع للشركاء تاعنا كل اسبوع،
لانه راس مال تاعنا ماشي و... اكيد اكيد متوقع الارباح شحال هكذاك اوفيتري راكم كاين اللي خادمين معاكم شحال زعما زعما كيما نقولوا توب سيل ماشي توب سيل كيما نقولوا زعما اكثر مستثمر ربح معاكم شحال؟ والله يا اخي معلومات هذه عاده نمدها في محاضره لكن كي شفتك يعني ملم ومهتم يعني بالمجال هناك مستثمر دخل معنا عنده تقريبا 20 يوم راهو دخل 800 مليون ودخل يعني براس مال بسيط راس مال تاع 50 مليون الله يبارك في 800 نعم في 800 نعم انا مبرك الكومنت انا كندورها استثمار وين نجم يسحبهم نورمال في اي وقت اكيد اكيد راني نتكلم على المبلغ اللي يتمكن من سحبه يعني انت نهار كامل بسكوتش وكونفير بالمبلغ المبلغ الوديعه تاعك والله الله الضرك هي تضرب برك روح لي حفيان قولوا نجي لك حفيان والله غير ندير والو انا نروح اللي يبغى يسحب دراهم ويبغى يسحب المبلغ تاع الوديعه تاعو ضروري التقسيط استقبلوا غير الاموال نعم استقبلوا غير الاموال ترى ما سمعتنيش لا لم افهم سؤالك يا اخي دخلت الاستثمار و هاد خالد استثمرت وبغيت كي بغيت نسحب المبلغ الوديعه تاعي بغيت نخرج دراهم اكيد اكيد يا اخي يا اخي انت مستثمر يعني راح تجي تساهم بمبلغ مالي تساهم في راس المال يعني تحب تلغي الاستثمار تاعك تلغيه في اي وقت يعني هناك عقد نلغيه العقد اللي بيناتنا تسحب يعني راس المال اللي دخلت به بصح يعني ننبهك انه من تسحب راس المال تاعك راه ما يزيدش يكون عندك ارباح يعني هذا سأل سؤال مليح هذا قال لك هذا الشوف كاروندو يقدر يخسر ولا لا لا نعم لما كاين حط مليون هذيك قادر نخسرها ولا ما نخسرهاش يا اخي الكريم انت راك تساهم في راس مال الشركه يعني اذا ربحت الشركه اكيد الشركاء راه يربحوا ويعني المشروع هذا باش نقول لك خساره يعني مشروع على المدى البعيد ما كانش زاره ما زيرو خساره زاره اكيد يعني زاره بغيت نسقسي تستقبلوا غير الاموال نعم تستقبلوا غير الاموال اكيد اكيد نحن نبحث عن مستثمرين اكيد نبحث عن مستثمرين عبد العزيز تعرف تدي كيلو غرس تدخل لا انا عندي والله محمد بك عصرتهم مسكين نقصوا بالعقل حتى والله ما تعرف حاضرون لا يا اخي يا اخي يعني من حقهم يعني من حقهم الاستفسار وانا هنا لاجابه على الاسئله يعني اللي عنده سؤال راح يطرحه يتفضل مرحبا بها شحال عندكم انتم ناشطين هنا في الجزائر مده سنتين سيدي رانا روطار سنتين ما سمعناش كورونا درنا عطه كبيره بغيت نقصد كي زهر متستقبلوا غير الاموال نعم الاموال هذا مكان اكيد اكيد الاستثمار راح يكون بالاموال يعني ماهوش حيكون ب يعني بطريقة أخرى يعني. أنا سامحوني يا جماعة ما قدرتش نخرج ما قدرتش طب ستوري ستوري زارة وشو ما تخليوش الجماعة من بعد أكذاك باك السلام عليكم زارة أنا عندي واحد البني آدم سمعت لي بيتك مرضيهم لا ما دعم بسراسك نعم قلت لك أنا عندي واحد البني آدم بين الناس تتمر بيهم بس عماش بيغهم يتضاحفوا ما نتحققهمش بس تقبلوهمش والله يا اخي ما فهمتش السؤال تاعك انت حق البنيه ما تحقش بنيه انت تقول مرضيهم شو ما تحقهمش باش دايرين يضحكوا لا يا اخي لا يا اخي هذا استهزاء يعني كيف تستثمر يعني بالبشر يعني الموضوع له الطريقه واش قال لك تجيب لك قال لك تجيب لك الناس يحطوا دراهم هما لا هذو بنيه ما تحقهمش شو ما باغيهم يضحكوا ما تحقهمش عطيهمكم من عندي لا يا اخي هذا استهزاء يعني هذا تقليل من قيمه الانسان يعني كيف انك تستثمر ببشر يا اخي مع كل احتراماتي ليك لكن السؤال تاعك ليس في محله يا بلادنا سؤال تاعك وش اسمك خويا العزيز نعم وش اسمك خويا الو وش اسمك ابو محمد اسمك ابو محمد نعم
ماكش جزائري انت ماكش جزائري؟ نعم اخي انا جزائري. محمد الله ابو محمد والله ابو محمد كينيا. نعم كينيا كينيا نعم 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 اسمك عطينا اسمك الحقيقي يا اخي كريم. يعني في المحاضره راح يكون عندك معلومات معلومات وهذا اسم نورمال عادي بالعكس نورمال مو انت مسؤول تسويق تمد بالاسم باللقب. لا يا اخي الكريم نحن مسلمون بطبيعه الحال ومن سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يعني كل واحد فينا تكون عنده كنيه يعني هذه اقامه لسنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. انا مع من نتعامل مع مدير تسويق شركه زارا اعطيني الاسم واللقب تاعك يا اخي كريم. هذه يعني بعد المحاضره ولما نلتقي في المكتب ويكونوا عندك تفاصيل ويكونوا عندك كل معلومات. شفت شكون اللي ما يعرفش يسوق حضرك؟ كيفاش مدير التسويق ما يقدرش يمد الاسم واللقب تاعو يا اخي الكريم؟ يعني هناك خطه عمل هناك خطه عمل نعم. مدراء التسويق تروح لينكد ان تروح لينكد ان تلقاهم تلقاهم كيما نقولوا كاع مدراء التسويق في لينكد ان تلقى بالاسم بلا فوتو بروفيل تاعو باللقب كاع المعلومات الشخصيه تاعو صحيحه على بالك علاه ولا ما على بالكش؟ لماذا؟ شراك على جل المصداقية لأنه مدراء التسويق دائما فيهم الشبهات. يعني أنت تتهمني يعني أنت تقول فيها شبهة؟ لا ما تهمكش حاشا لله حاشا. أنا قلت لك أعطيني الاسم تاعك ما قدرش تعطيه لي بيانسر متوسوس. لا يا أخي لا يا أخي يعني أنا فهمتك يعني بعد المحاضرة راح تفهم بزاف أمور يعني المحاضرة هي اللي حتكون تعليمية وفي المحاضرة حتكون عند كل التفاصيل. المحاضرة هذيك من عند ربي حفرها ديروا لي تنويم مغناطيسي كما ميدير فيها الجناح. لا أيمن ندي معاك الملح. اسمع المحاضرة هذيك اسمع هي كحلة يقول لك هي بيضة تخرج تقول له بيضة. المهم شرح نقول لك كرمال عودي معك تصويرة تلعود اسمعني ما سمعوش الو والله كثرت له الصيد. الو الو وي تفضل خويا مرحبا. الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام. ما نقدرش نهضر مع هذا مباشره فهمتي انه الضمير تاعي ما يسمحليش نهضر معاه. لا نقدر نهضر مع ايمن وكاستيديو وباترون. الاستثمار العاده يكون في شكل اسهم لما تاسس الشركه المؤسسين هما اصحاب القرار فيها. هو حسب الكلام تاعو اللي يهضر فيه يقول لك استثمار مباشر يعني راح تدخل في مجلس الاداره تاعهم وهذه ما كاينش منها لان المؤسسات اللي معروفين ناقصين في الجزائر اللي عندهم لاغريمون فريمون كيما كارفور المؤسسات الاخيره المؤسسات العالميه ما كاينش ما عندهمش مكاتب في الجزائر. فيسبوك ما عندهاش مؤسسه عظيمه. مؤسسات العالميه كامل قليل اللي عندهم هنا. سامسونج ما عندهاش ابل ما عندهمش كامل ما كاينش مكاتب اصليه. زارا عندها ابو محمد. زارا عندها ابو محمد بتاتا. الاستثمار كاين اسمح لي الاستثمار بالاسهم واللي راح يكون بالنوتير وهما سيرمو 100% ما راحش يجيبو النوتير. الاستثمار في شركه ما لازم يكون عندها اصول هنايا اصول معتبره اصول كبيره باه اونكا كاين ان بروبليم تقدر تشرعهم يبيعوا الاصول تاع يرجعوا لك الدراهم بالعداله. هادو راح تلقاهم مجرد مكتب يدعوا انه مكتب تمثيلي اللي ما يمثلوش خلاص وما نهار خلاف تخسر ما تقدرش تشرع. ما عندهمش اصول هنا عندهم ميكرو وسكرتير وبيرو كرسي طابله بيرو حذاري اسمح لي ما جاش قال لي راك راح تشري اسهم. حامل الاسهم لا يدخل في مجلس الاداره تاع الشركه. يشري اسهم يقدر يبيعهم يقدر يحقق منهم ارباح كما يقدر يحقق ارباح. السيد يقول تدخل في استثمار مباشر. استثمار مباشر يعني راح تدخل في راس مال الشركه نورمالمون تدخل في مجلس الاداره تاعو واللي عندك قرار وهذه ما كاش منها. راه مجرد منصة نصب كعشرة منصات تحطهم على كل حال يستغلوا في ما تبعوهم. كاين الاخ استي كاين بزاف كيما نقولوا منصات بزاف ما شفتش الناس يهضروا معاها كيما هكذا. يعني يعطيكم الصحه في الجرأة اللي راهي عندكم بصح منصات بزاف شفتهم انايا كنت نهضر عليهم في لي فيديو. يا ناس راح يسرقوكم يا ناس راح يديروا لكم يا ناس صايب التاريخ والله راه هضرنا
اسمح لي اخ ايمن كمل كلامي برك. ما يسمعوش الفقره صاحبي. سامحني انا يخدم معاي سيد ستاجير يخدم معاي نخدم في الصحراء من جونفي وانا كل يوم وليت نمر عليه. واش راحت داولك الدرام دار حتى مؤخرا يا اخي راحت درام راحت له 17 مليون مسكين واحد معاه جارو راح له 50 اهضر تي بي شوب اهضر ولا ريا اهضر ولا ما تهضرش لانهم عندهم هما يبازيو على ملكة الهضره الكلام المنمر ونشر الوهم. تعلموا بصحتهم. سي فري شوف باترون والله غير شوف انا واحد من الناس الهضره على هذه المنصات اللي يسرقوا منا والله غير تختك نهضر مع كما نقولوا له انت راجل اللي داير بيا انا جماعه اصحابي احبابي الناس اللي نعرفهم دوك نقول لك علاه شفت في لي ريزو سوسيو شقوه كنا وقت فات النوفو بالنيو فيزيون هذيك الاسطوره بزاف اودي قبل 3 سنوات 4 شايف كيفاش بزاف مازالوا درك كاينين حنا دائما من بكري نهضروا عليهم. مكاش دوك ندير عليه دقيقه دوك ندير عليه فيديو نسلخو. شوف نكمل لك برك بطرو ايا واش ولا يصرى انه باك يطاكيوك ديرك. انا واحد من الناس كنت ننشر من بالحساب الشخصي تاعي سورتو فيسبوك باسكو شت لا كوميونيتي في فيسبوك بزاف ماهيش واعيه قراف على باك تخيل على باك بزوج كلمات يهبطوا ديرك يديه يسرق له صورته راك فاهم. ايا والله غير واحد من الناس انا وليت من الكوميونيتي خويا اللي قريبه ليا الناس حبابي ومنا قال فوالا هذيك الحاجه خاطئه السلام عليكم وهذه هي كل واحد يوعي اللي قراب ليه وثاني الناس والله غير الله يحليل الناس غير يسمعوا زوج دور ومنا دقيقه برك شوف الاخ زارة نعم اخي نعم ما حبش احشم على راح دوك لماذا نعم مصباح الناس من مصباح الناس هم عاجبينك بالعقل شغل يسوسو فيك وانت ما عابش يحشم على راسك يعني اخي لماذا هذا الكلام يعني يا باترو يا باترو باترو نعم باترو اسمح لي يا بين شخصي هذا تاع زهرة كي شخصها امين قال لك يسموه قال له سموني ابو مصطفى وكي شخصها ايمن قال له سموني ابو محمد جوست هذا خلينا من ابو محمد حوشني في ملا ابو محمد ابو هريره ابو قبيسه حوشني في منها. شوف انت دركا مصباح ربي وانت تقول اني ندير ونعمل نستثمر يا اخي هكذا نعم مدير تسويق نعم ديروا عن طريق تطبيق زوم ومنها نعم بالتواصل الاجتماعي استعمال منصه التواصل الاجتماعي ما بيك بلي شركة زارة الوحيدة اللي متخصصش في العالم طرف تقماش بعشرين ألف درهم ناس بيك واحدة بخمسة ملايين أكيد يعني الآن أراك أعطيتني إجابة يعني أنه مشروع مربح يعني الشركة عالمية ولديها اسم وتبيع منتجاتها يعني شركة ربحة يعني مشروع مربح تكلفة الإنتاج تاعها تاع الشوميز تاعها ما تديباسيش 50 درهمنا بالإنتاج بتوسيب كاع أكيد لذلك نحن يعني نقدم نسبة أرباح عالية بس ما كاينش استثمار العالم لا يا اخي شركه في العالم تبحث عن استثمار وتبحث عن رؤوس اموال يعني الاستثمار الوحيد المعروف هو شراء الاسهم شركه تتاسس فيسبوك تاسست انت الوحيد اللي تقدر تستثمرها هو اسهم الفيسبوك ما تقدرش امبوسيبل ما يقدرش يخليك زوكنبرغ وتروح تدخل معاه في شركه نتوما استثمار في الشكل ماده جالكسي قالك انا حشمت يا اخي هذا خلينا نشوف عندكم اصول هنا يا اخي كريم يعني. عندكم ورا المكاتب ورا المصانع ورا السيارات ورا السيارات ينضمن بهم انا دراهمي معطيك حاجه اخويا العزيز اسمع الاخ زارة هذا ولازم كيما القش حاشاك نقعد شويه مدير معليش دقيقه اخويا تفضل واش لازمو لازم نستضيفوه قديه نيوم نرقدوه كيما الام والقش كيعود موس نديرو في الام بزاف نستضيفوه قديه نيوم نروحو عندو كش ما يرتع بشويه واش رايك؟ عندي سؤال باترون اذا ممكن اليوم نطلعو نرقدوه كنت تصرفونا بالحضور تاعكم باش نرطبوه شويه زارو السلام عليكم نورمال زارة شوف السلام عليكم مفتوح زارة نورمال السلام عليكم واش عارف تسمعوا فيه تفضل اخويا العزيز تفضل ماركه تفضل يزيد تفضل بارك الله فيك الاخ زارة نعم عندي سؤال من فضلك تفضل انا في استثمار معاكم شعار بالدينار الجزائري
والله يعني هناك محاضرة يعني فيها 4 ساعات محاضرة تعليمية، وراح يكون عندكم معلومات يعني كيفاش تستثمروا معنا والأموال تاعكم وين تروح ويعني بزاف تفاصيل، ويعني راح تشوفوا نتائج محققة يعني بلغة الأرقام. والاستثمار يعني هناك عدة مستويات، هناك من المستوى الأول إلى غاية المستوى 10. يعني تفضل راسلني هادو هما المنصات تلقاهم بالمستوى باه يقنعك باه بالمستوى تلقاهم من اخ زاره ربع ساعه من حياتي. اسمع لا تهربوا، الناس تخليوه بالعقل برك، بالعقل عليه شويه زيت زيتون شويه بروس. عندكم اصول؟ اسمع شويه زيت زيتون شويه بروس ميتاليك بالعقل برك. صح باطل. واش الاصول اللي عندكم زاره واش الاصول اللي عندكم في الجزائر؟ صعب عليك. لا 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 عجبني بها، ما يتقلقش زاره. تعرف الاصول واش هما؟ اصول الشركه. شكرا 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 اخي. نعم نعم زاره. تعرف اصول الشركه؟ وش هي أكيد. اصول الشركه؟ اكيد. ما هي اصول الشركه يا اخي كريم؟ زاره هي معروفه يعني، هي شركه اسبانيه. ما تحكيش على زاره. خلينا نعطيك الاجابه يا اخي كريم. خلينا نعطيك الاجابه. اي شركه ما هي اصول الشركه؟ انت مسوق كريم يا اخي كريم. زاره هي شركه اسبانيه يعني مقرتها في اسبانيا ومعروفه في العالم كامل. مش على زاره عندها شركات. سامحني، لما نتكلم على شركه ما هي الاصول؟ اصول شركه بوجو. ما هي الاصول شركه بوجو؟ كنقول اصول موظف اخي كريم. هو عندك مجرد موظف كلها ما على بالو في شيء. راه مدير تسويقي. راه تسويق يا اخي كريم. سمح لي نجاوبك. مصطلح الاصول، مصطلح الاصول على ما يدل. اسمح لي نجاوبك. اسمع جاوبوني هذا بك. جاوبوني قالك زارا وشركه تركيه، هضروا معاه جماعه الله يستركم. اسمح لي نجاوبك يا اخي كريم. تفضل. زيد فضلك. زارا هي شركه اسبانيه ويعني معروفه عالميا، هي يعني تنشط في الاسواق الاوروبيه، الاسواق الامريكيه، تنشط في الامارات، في اسيا، وتنشط حتى في افريقيا. لديها محلات، لديها مقر في الجزائر، لديها فروع، ولديها يعني في الجزائر لديها محلات في العديد من الولايات. ميزاجور في البوت الجديد. ايمن. نعم. اش ما عندك ايمن ميزاجور جديد على البوت هذا؟ يا ودي والله واش راح نقول لك، نفس الهضره، بالك نديروا له ميزاجور بالك يجيب لنا حاجه جديده غدوه. بالك غدوه نزيدو نجيبوه يطلع بالك يبدل الجو. اسمع شوفوا، خليوه جماعه بالعقل. هذا والله معاه صيفة هايلة، تولي تحس بالكليماتيزار. قلت له عشان ما نتلاقاو في نفس المولد، وخبروا أصحابكم بلي كاينة منصة جديدة اسمها زارة تبيع لي كالسون. باترون يا خويا أنا راني انتريسي، خليني نحكي مع زارة ونشوفوا ربما. انا والله غير حاب ندخل. اسمع انا والله غير حاب ندخل 800 مليون في شهر راكدي ومريح. مد مليون تولي 800. قال لك 800 خويا. اخي هكذا زارة. انا ماشي. نعم نعم يعني هذا يعني افضل مستثمر كان معنا يعني، ومستثمر يعني ذكي يتميز بالذكاء يعني. احنا درنا له التكوين يعني، التكوين تاعنا راهو ساعده في الاستثمار. معليش انا ما ديرولوش تكوين، ندي 400 في الشهر تساعدني. ما كيما نديروش تكوين ندي النص مليح. زارة واش يعني بعد المحاضرة؟ واش مطلوب؟ نعم مطلوب زارة. تفضل. نعم لما اسمع عفوا. المطلوب الانتقال من مستوى لمستوى، واش هو المطلوب؟ اكيد يعني الفرق بين مستوى ومستوى هو يعني راس المال المستثمر. يعني كل ما يزيد راس المال كل ما يزيد المستوى. احنا نحن عندنا 10 مستويات، من المستوى الاول للمستوى العاشر، والفرق بين مستوى ومستوى هو راس المال. المستوى الاول كيف يتطلب راس مال؟ ماركة اصبر نعطيك واحد نعطيك جمله ثانيه باش ما تروحليش ونكملوا. شت هذيك تاع كي تكون دير، كي تكون بار اكزومبل في كونترول ولا اكزام ولا، ويجي كيستيون ما تعرفش تجاوبه هكذا زعما، وتولي طارش برك اللي تمد في الكلمات برك الاسونسييل تعمر. هذاك ما نعطيو فيه كيستيون، هذاك تقول له تعطيه كيستيون هذاك يعطيه يبدا يخبط يشري في الكلمات هذوك ستوندار هذوك على المنصه. الفرد العالميه ما يعرفوش ثاني حيت الفرد العالميه. الفرد العالميه يقول له صباح الخير، يقول لك قال رسول الله اللوبيا الزيت، بعد يقول الطياره، بعد يقول لك نهار العيد، بعد يقول لك الجمعه.
معليش خلوه يجاوبني من فضلك. ايمن شوف الاخ زهر يا اخي غدوة ان شاء الله تجي تطرح الفكرة تاعك. نعم يعني هل يعني البث حيكون عندك بث مباشر؟ يكون عندك بث مباشر؟ مو بث مباشر غدوة فادي. نعم يعني بطبيعة الحال يعني ابتداء بعد صلاة العشاء يعني يمكن نكون معكم في البث يعني بطبيعة الحال بدون أي مشكلة. ما شاء الله. عطينا اسمك برك. اسمع يا قصرة نعم. لازم نجيب بروس ميتاليك نجيبه معكم بك بروس ميتاليك. مستوى الأول كم يتطلب رأس مال؟ أنا والله يا أخوي حيرتني عبك باللي حيرتني في راسي. عندك يا أخوي واحد الوجهة وش نقول لك مدفع وما يفلش من صار بيك. أبو محمد نعم المستوى الأول كم يتطلب رأس مال؟ المستوى الأول يعني راح يكون الاستثمار بمبلغ 1,000,000 سنتيم يعني نظن أنه 1,000,000 سنتيم يعني مبلغ يمكن أي مواطن جزائري يكون عنده يعني ما هوش مبلغ. شحال يولي بعد شهر؟ شحال يولي بعد شهر؟ أنا نعطيك 1,000,000 وروح ريح معنا برك. سحب الأرباح يكون يعني كل أسبوع يعني على حساب الأرباح المحققة من طرف الشركة يعني شركة يعني ما قدرش نقول لك ربح مضمون ولا فائدة ما يعني ثابتة ولا لكن السحب راح يكون كل أسبوع كل أسبوع بإمكانك أن تسحب. العائدة من أي مجال؟ واش تخدم زارة؟ اجمع الاسئله شويه يكونوا شويه كبار والله العظيم يبان بلي تخدم القش اعطيوها لا معليش 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 انا ما نعرفش الباترون انا ما نعرفش زهر لا يا بارك انا كنت انا شويه خيطه تبيع في الاسم برك دوك هو الاخ هذا هو ريبريزونطون تاعها مدير تسويق لازم نشد دوك اي من هوني كلفو غدوه ان شاء الله يجيب لنا الميزاجور تاع البوت شويه باش يزيد لنا كلمات واسمه مجهول جي معك اسمك غدوه جي معك اسمك او تنسى اسمك لا لا بدلنا اللوغو برك. المهم شوف الاخ زهر ولا بصح نصار بك جاوب اسم كامل بصح ولا نصار بك باترو ايماجيني هذا تدخل معاه في الزوم صدقني غير هي كحله ويقول لك بيضه تقول له هي بيضه هذا باش يرقي لك خويا العزيز هذيك والله اسمع يقول لك يديك للوال يقول لك ارمي روحك ما تخافش هذا راهي الجنه هنايا ترمي روحك عبيك باللي تنمو ايمن ايمن انا لحد الان مازال ما قنعنيش 1,000,000 سنتيم راهي واش زاب صح مازال ما قنعنيش ايه خليه يقنعك روح زارة راك عندك كليو هذا عارفه بنسبه كبيره يدخل معكم مستثمر والله يا اخي كريم كما يعني قلت للناس اللي قبلك تقدر تواصل معايا على الخاص انا محاضره نديروها يعني بتقنيه السمع البصري عن بعد وفي المحاضرة هذيك راح تكون تعليمية يعني راح نتكلموا بلغة الأرقام راح تشوف الأرقام راح تشوف النتائج اللي حققتها الشركة المحققة المستثمرين تاعنا شحال استثمروا شحال قدروا يسحبوا يعني خلينا نقول لك الآن أقل مستثمر يعني قاعد يسحب مبلغ 40 كاين اللي قاعد يسحب 50,000,000 كل شهر يعني هذا أضعف مستثمر مليون سنتيم أكيد جربوا سنتيم يدي 50,000,000 في الشهر أكيد نعم يعني مجال ملابس ويعني زارة هي شركة عالمية يعني غنية عن التعريف ما شاء الله اسمع ليلى تركض تقول يقولوا عالمية تبي تحرم العالمية ليلى انا صاير انا في العالمية 1,000,000 سنتيم راه واجد 50,000,000 في الشهر لكن كيما هاك اسمح لي باترون لكن كيما هاك اجيونس الجيريان قال راه بخير عليها المخير فينا يدور عام يجيب سيارة اقل شيء يا وش من عام شهر قال لك سيد شهر دخل 800,000,000 لا معليش حنا نهضروا بالمينيمال اقل شيء قلت اقل شيء بالنسبه للجزائري للشاب الجزائري اقل شيء يشري سياره اقل شيء فهمني واش راني نهضر كاين ناس المعارضه ليك نسمع كاين ناس راه مأمنين بيه واحد قال اعطيني النمره والتليفون واحد قال هو ماشي الراي مخالف كما نقولوا وقول لهم الفاطر وقول لهم يزيد الناس تروح على راسها قل اطونسون فير اطونسون هذيك هم يسمعوا فيها انا غادي نحبس ايمن انا غادي نحبس الايكوم بالك تفهم شنو انا غادي نحبس الايكوم
ماركه ماركه اسمع ايماجيني ايماجيني الواحد هكذا بتاثر الايكوم ومننا والحاله ولا سوفرونس وكي يقول لك 40 مليون شهر تتغرى يا باك والجي دي دي ديك تاع زعما هذاك صح 40 مليون ايماجيني تفكر زيد اسمح لي تفكر سكوت تتفكر زيد تتفكر اسمع ايماجيني واحد مسكين الله غالب يا حليل وتعبوا نهار وما كانش ويطلع وهبط يقول له مليون دقيقه او واحد واقيلا عنده شركه قادر يقول عطيني النيميرو قريت في البروفيل تاعه واش راه يقول مسعى دائما لتقديم افضل ما يمكن وتقديمه للمجال اهدف الى ما وسط نجاح شركه وقال حتى هو عنده شركه كتاع بلومبري اطلع معنا بلومبري شوفوا البلاصه شوفوا البلاصه اللي حبيت تطلع انا بعث لك بلومبري عشان هو يطلع باطو لا لا ريح بك ريح او طلع وطلع كاينه بلاصه شومبرا فارغه او جاك حتى وقع عنده شركه السلام عليكم السلام عليكم السلام اخوتي لاباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله بغيت نفهم غير من الشركه هذه السيد اللي هضر عليها تاع زارا ولو كانت تحط معاه 100 مليون شحال شحال تولي في الشهر خاصه انا عندي لي شي زعما هاد الدومين يا اخي كريم يعني الاستثمار ما راهوش ما قدروش نتوقعوا من قبل شحال راح تكون ارباح يعني ربما انت راك مستثمر وفي شركه ولما تبني مشروع ما على بالك شحال راح يكون الارباح انا ننصحك تواصل معايا عندنا محاضره نديروا محاضره يعني تشوف ومحاضره تعليميه وتشوف بلغه الارقام يعني المستثمرين اللي معانا شحال قدروا يربحوا وتشوف يعني بلغه بلومبري تاع داخل ديريكت مو سبور داخل ب 100 مليون ديريكت تجاوش بيك لا خاصك الهوك ساره خاصك الهوك الهوك راه عندك ناقص شويه اسمع راك من قلبك و 100 مليون دربه واحده اي بلاك يعني ديك 100 صدق على قويمك شحال تردها لي نعم شحال تردها لي زارة. يا اخي كريم يعني في المحاضره في المحاضره راح نتكلموا على التفاصيل هذه وهناك مستويات وهناك شوفوا نقول لكم حاجه اسمع ما نقدروا نخرجوا عامل مشترك المحاضرات تفاصيل المستويات هذا كل خرجوا في الاسئله حكايه زارة تبكر غدوه معنا شنو انا خدمو تبكر معايا غدوه شنو انا خدمو بركامل شكل علينا نعم معك خويا حبس حبس لا مش كيما بهذا النظر هكا لازم الاحترام يكون عندي انا ما عرف علي عندي زيت عافية هذا 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 الناس قاعد يطلع معي عندهم يغلط في واحد ما بقى يدور عندي قاع بالعقل واش رايك تستورد لنا واش رايك تستورد لنا يوفر لنا الماركة تاع زارا يوفر لنا القش ويوفر لنا كوليكشن جديده تاع زهره وحنا نخدموا له وندوا الارباح واش رايك واش قلت ايمن افير شاب يا ودي لكم لافير مرمر واش قلت زهره نشرو عليه رانا في اربعه خمسه واحد نشرو عليه انا خمسه تاع ناس انا نشري ب 40 مليون سلعه زارة هيا زارة أعطينا ريبونس أنا في أربعة ماركا كاستيلوم أيمن باترون تشري نشري بيازين مثلي يا توكي يا إخواتي يا إخواتي أنتم يعني ربما دخلتوا من متأخرين يعني أنا في بداية بث يعني شرحت طريقة الخطة والإسلام داك في اللايف تاع السيد فات قلوا دخلت متأخر أنت دخلت عنده لا يا أخي أنا نتكلم على ماركا وعلى يعني ما شرحت بالتفصيل يعني استراتيجية الشركة يعني شركة زارة هي معروفة عالميا وتنتج الألبسة يعني ألبسة رجالية ونسائية باطرون بدأ معك اللايف هو يشري عليك أسمع شوف أنا سيد اسم حافظوني لي العددة لكن لا تقرصوا بزاف بالعقل وضوى شاء الله تجي زارة ومجي شبلوها أكيد أكيد يعني لكن هناك بس مباشر يعني ممكن نشرح لك أكثر ورا صارت العيشة مهم العشرة العشرة وحاجة ضل 10 ونص المهم لحل اللايف اروحوا مرحبا بكم وخبروا بصحابكم بلي كاينه شركه وهميه جديده تحاول تسلخ الناس لا يا اخي نحن شركه حقيقيه لا يا اخي لا دبر راسك انا قلت رايي يا اخي مصباح خليه فيك تاعك ما قطعتك اكيد اكيد انا احترم رايك يعني انا نقول لك شوف ما طيحلكش ما نقولكش مثلا كلام الجرح بس كي نقول لك وهميه اكيد يا اخي من حقك كلام مؤدب شويه وهميه نورمال هذا
يا اخي من حقك يعني انك تنتقد المشروع وتنتقد الشركه بالرغم انها شركه عالميه، لكن انا ايضا من حقي ندافع على الشركه هذه وندافع على الاستثمار والمشاريع اللي راني ندير فيها. ما يخصكمش وكلاء، ما يخصكمش. نعم اخصك شويه وكلاء. وكيل؟ ماذا تقصد وكيل؟ ايه وكيلة. شفت مدير التسويق ما يعرفش من انت وكيل. مدير التسويق لا يعني. لك لا يا اخي هناك مصطلحات شويه بروفيسيونال. لازم تحكي مع ديال المحاضره ولا اكيد اكيد المحاضره راح تكون تعليميه، محاضره راح تكون تعليميه وراح تكون بادق التفاصيل وراح تكون بلغه الارقام يعني بادق التفاصيل بلغه الارقام. كمل زيد المستوى الاول المستوى الثاني اي في الباب الاخر قال لك في الزوم. والله درت زوم ربع ساعه باطل عندي شتا زوم ربع ساعه ايمن بديت اسلوب الاقناع غدوه كدير محاضرات هاك الطبلش الناس اللي قدامك اللي قدامك يدور تقلي غير نقول لك اسمع في نهارها تربح ما توصلش شهر تدخلها في النهار فورماسيون اللي ديتها في اللايف هذا ولا ما تلقاها في بلاصه والله ما تلقاها في بلاصه انت المحاضره تثبت تعبت المحاضره تاعو اسمع فاصل تولي اسكرا تولي اسكرا بالسهل الأخزارة تمس الباد في المحاضرة وشوفوا صورتك فيديو أكيد أكيد راح تكون محاضرة مرئية يعني صوت وصورة يعني بتقنية تحاضر عن بعد والاسم تاعك تعطينا أكيد 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 يعني محاضرة راح نديرها من المكتب تاعي وتكونوا حاضرين يعني ويعني راح تشوفوا الأرقام وتشوفوا كل شيء وين راك نعم وين راك موقف حاليا أنا دخلني الشك وقال إحنا اللي غالطين يا أيمن انتبه لي وين مقيم؟ وين مقيم؟ وين مقيم الأخزارة؟ في الجزائر، في الجزائر يعني في مدينة شراقة. في الشراقة. نعم. أسمع دوك نبعث لك أزارة دوك نبعث لك في البريفي بعث لي لوكاليزاسيون غدوة نكون عندك. يعني في المكتب قصدك؟ كيما تحب في المكتب ولا في الدار وين تحب نجيك؟ لا يا أخي يعني العمل راح يكون في المكتب طبيعة الحال ما يكونش في البيت. أها معليش نجيك في الدار نجيك في المكتب. خلاص. بس مليح. الأخزارة هل أسكنتم مع شركة مسجلة ولا ما عندكمش ريجست كوميرس؟ أكيد يا أخي زرع هي شركة إسبانية يعني معروفة شركة عالمية. لا 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 نهضر في الجزائر أنت ما تقدرش تمثل شركة زرع إسبانية في الجزائر بلا وثائق. عندك وثائق أنت هنا في الجزائر. كريم زرع هي شركة إسبانية تنشط يعني في العالم عندها في الأسواق. يا أخي ما تقوليش سكريبت راك حافظه وسقسيتك سؤال أعطيني جواب. أعطيني جواب قيس السؤال تاعي يرحم بابك أسك عندكم وثائق ولا ما عندكمش وثائق؟ خليني نكمل الإجابة تاعي من فضلك. سمعتك مصباح وأنا في اللايف الأخ العزيز سمعتك وأنا فاهم كلش. حفظتوا سكريبت أنا حفظت ندخل نخدم معاكم. قل لي أخي العزيز أسك عندكم وثائق ولا لا؟ 10 مستويات 800 مليون ما عندكمش ورق أيوة. معليش نقولوا ما عندكمش ورق ونديروكم كانكم عمله رقميه يا سيدي شحال هي الماركت فاليو تاع الشركه تاعكم ولا نقولها لكم بالعربيه ما هي القيمه السوقيه تاعكم تاع الشركه اسمعني نجاوبك يعطيني بلغه الارقام ما تعطيليش جمل الاولى غدا في الزوم لا ماشي في الزوم معليش ديرها كشغل دوك في المحاضره هذيك تاع الزوم ودوك السي قنعنا ويدخلوا معاك النص اللي راهم في اللايف انا مش حال تبلغ القيمه السوقيه تاع الشركه تاعكم اسمح لي نجاوبك اي بيان سور اعطيني رقم انا نستناك فيك تجاوبني ما تقاطعنيش خليه ما تهضرش بزاف بصح بيد ما قلت لي ما تقاطعنيش تما كتهضر بزاف اعطيني رقم انا نحوس على الرقم لا اخي يا شورى خليه بالعقل برك انت تهضر هو يا خليه ما تديروش هكذاك يكفي اهضر واش حبيت هو يهضر واش حب نورمال راجل خليه يعتمد بصح ما تامنوش مش عنقول ها آه يروح زارا 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 هي شركه اسبانيه شركه يعني عالميه أباك واش حسيت دوك اخويا حسيت شغل جبدت الورقه وبديت تقرا الضحك اسمع وين قلت بعدين تحكي انا بعد اللي نزلت الصباح وين مورا كان طايح لي بالك طلع لي مورا حاجه نصيحه بك حافظوا لي عسير ديال حبابك والله اني فاجئ 10 على 10 كمل الخساره كمل انا معك شغل مثل ما قلت شويه احترام شويه احترام خوتي باين نفهموا سبحان الله شويه احترام خاطري معليش نطرح عليكم سؤال
خاوتي خاوتي معلش عندي سؤال. تفضل تفضل. هل يعني تكلمت بكلام مضحك؟ وش الحاجة اللي ضحك اللي تكلمتها؟ لا يا ماشي ما تقولناش زارة شركة إسبانية باسكو مصباح بدي تعود فيها. أعطينا الأرقام خويا العزيز. يا يس يس فيد يرحم بابك خليه بقي يهضر يرحم بابك. أنت أهدر واش حبيت ولا أهدر واش حبيت؟ لا ما قدرتش أقفل ودنيك نورمال ما أنا راني نستنى فيه معليش إن شاء الله يطلع. لا جاوبني بقى السؤال جاوبني على السؤال هل تكلمت حاجة يعني يعني مضحكة؟ معليش أنا نتكلموا في مجال الاستثمار والربح ويعني كذا ويعني أنت راك تضحك. أنا بالنسبة لي يعني نشوف ماركش يعني ما راكش مهتم بهذا المجال يعني لو كان ما لا انا ما ضحكتش انا ما تمشينا اللي ضحكت عليك انا ما ضحكتش ما نضحكش عليك انا اتاسف مشي نضحك انا مانيش نضحك نتاسف انا فيك يا صباح النهار خير عليك تفضل تفضل عليك يا جماعه كوبوا الميكرو خلي منصه زرع يحكي هو والاخ الكريم على الاقل شويه احترام احترموهم نسمعوا من عندها مالي شركه عالميه خلينا نسمعوا الباقي تفضل خويا تفضل لا قبل ما نسمعوا قبل ما نسمعوا سمعوا من ايمن ايمن عرفنا بشركه زهره وماذا تفعل هنا في الجزائر وكيف تتم الارباح مع الشيطان ستردو ايمن ايمن جاوبنا جاوبنا سكريبت قال لك خويا والله جاتكم فرصه اسمحوا لي جاتكم فرصه باش تتعلموا الماركتينغ وتتعلموا التسويق معليش تعلموا من عند زهره تعلموا من عند زهره قال لك زهره شركه اسبانيه نعم قال لك زهره شركه اسبانيه المهم درت منصه للاستثمار هنا في الجزائر نعم حبيت تستثمروا قال لك شوف خويا تعطي له مليون تولي لك من 800 مليون في شهر كم مستوى هذا مستوى اول هذا مستوى اول تولي 800 مليون في شهر انا هذا البوك 10 مستويات ايمن وزاره شركه عالميه معروفه علاش خلوه يتكلم خلاص جاوب تفضل تفضل اخ زاره جاوب سيدي يصفيد اذا زاره هي شركه عالميه شركه اسبانيه ما قرتها حتى اسبانيا اصلا خوتي ما تضحكوش خوتي ديروا ميو خلينا نهضروا مع السيد اخاتي صاي صاي خليه خليه يعرفكم بشركه تفضل زهره كوبي الميكرو كوبي الميكرو واضحك على روحك خويا خلي سيدي يحكي كوبي المايك كوبي المايك تاعكم اضحكوا خويا انا رجع لي 50 مليون يا خويا انا واحد من الناس مليون مدت ما ردت يا اخي خلينا نستنتظر الهضره تاعي خلينا خلوه 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 يا اخي خاطيهم الاستثمار هادو معليش غير احكي لنا انت احكي لنا اللي كان يضحك انه حوله حق الاستثمار ما تربحش اي راح كمل اخ كمل تفضل اخ زهره تفضل شكرا شكرا ونتمنى يعني واحد ما يزيد يضحك لانه موضوع مهم والاستثمار هذا حتى انا حتى انا راح كوبي نجيب سبته نربطها في كرشي كوبي شكرا تفضل اخ زهره تفضل شكرا اذا زهره هي منصه هي شركه أوروبية مقرها في إسبانيا تنشط في الأسواق الأوروبية الأمريكية الأسيوية وحتى يعني في الإمارات وكذلك في الجزائر في الجزائر عندها مكتب هنا وعندها عدة محلات المحلات تاعها راهي متوزع في خلينا نقول 12 ولاية وفي 12 ولاية هذه زهرة راهي تبيع في المنتجات تاعها وعندها مقر في الجزائر وعندها سجل وعندها فرع وعندها كل شيء يعني أمورها قانونية المشروع الحالي تاع الشركه هو اللي راهي تحتاج فيه تمويل هو تطوير جيل جديد من القماش القماش هذا يعني راح يكون خلينا نقولوا من جيل جديد اللي يحب يحدث شويه نفس فعل كمل كمل اخي اللي يحب يتنفس لا لا راه هو خليك من فاطمه معليش اخي دوك هكا لحقنا الميساج ديالك هكذا فهمنا بلي هي شركه ومنصه ومنه طاطا طاطا نتوما عندكم بلاتفورم اونلاين هكذا
اكيد عندنا موقع، عندنا تطبيق يعني متوفر في البلاي ستور. وشنو هو الموقع تاعكم؟ تقدر تعطيني اسم الموقع؟ موقع زارا، يعني بمجرد انك تبحث في محرك البحث. لا وشنو زارا؟ زارا يخرج لي زارا زارا لابوتيك ولا زارا الجزائر؟ يعني زارا الجيريا. كان كاين تكتب زارا الجيريا يخرج لك الموقع تاع تاع البيع تاع الحوايج. اخ فرع وحده هذا تاع الماركتينغ تاعهم تاع ايه يا اخي. انتم تقولوا راكم دخلتوا باش يروحوا به رابط ولا نيمو تليفون واتساب عفسه؟ لا لا اعطيني يعني اعطيني البلاتفورم تاعكم نسيت دوك. انتم يا اخي راه خرجتوا دوك هكذا كيف على حساب هضرتك واش نفهم، خرجتوا من القطاع الصناعي دخلتوا في القطاع المالي. اسمع دوك عندكم ان بلاتفورم فينونسيير، ما عندكمش كيما ما تقدرش تعطي لي بلاتفورم تاع لابوتيك تاعكم وتقول لي تستثمر في لابوتيك. يا اخي كريم يعني لم تستوعب الفكره. يعني شركة عندها مشروع في تطوير جيل جديد من القماش، وأي شركة في العالم يعني لبداية مشروع جديد تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى تمويل، والتمويل هذا يكون عبر شركاء مستثمرين. يعني الشركاء هذا ما راح يساهموا برأس المال ويكون عندهم جزء من رأس المال الشركة. دقيقة زهرة، عبدكم قاعدين يهضروا في قلوبهم، أنت تهضر شغل حافظين على فرق يا أخي. أنا تقدر من درك تديرني خدام معك زهرة، نجيب لك العباد بالعفسه هذه. يلا نجيب زهره بيسكسيك. اسكو عندكم النظام تاع افيليت؟ نعم. ما عنديش دراهم باش انفيستي معاكم، اسكو افيليت كاين؟ نعم اخي يمكنك يعني تقدر تسجل معنا، لكن لتفعيل الحساب تاعك وتفعيل الارباح اكيد لازم يكون استثمار، يعني اكيد لازم تكون مساهمه من عندك في راس مال الشركه. لا اله الا الله محمد رسول الله. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خوتي العزاز اللي راه معايا في اللايف، نفكركم بواحد العفسه برك نهضروا ونخرجوا شويه من السوجي باش باسك سماطت. اذا تشوفوا بكري لي زمايل اللي كانوا يلحقوا تاع وحده مرت امير في لافريك ولا مرت كدا، كادوك اللي عيطوا لهم الهالو بويز. ما هالو بويز ما شغل يبعثوا دي زمايل كما نقول اليطوار هكذا الناس، يبعث ميل ايميل مثلا يريبونديو له خمسه راهو في لافير. هاد العفسه مازالها تمشي للدرك، معناتها ماشي غير هادي تاع لي بلاتفورم وهادشي. ايه كاينه مازالت كاينه هذيك مازال. تسمى كاين ناس هكذاك وكاين ناس طماعين، تسمى كاين ناس طماعين اللي يروح يقول لك انا بمليون كما كان يهضر من قبل فيسبوك. كما كان يهضر من قبل السيد قال لك 50 مليون 50 مليون سيد دخل بها 800 مليون. شوف لو كان نديرو بال 50 مليون تبيع لي تريكو ب 50000 وتعطي لي فيه فايده تاع 400% وانا راح ندخل يا ربي واحد 250 مليون. كما وانت قلت في 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 20 يوم، معناتها لو كان تزيد معناتها تنفيستي شاك تريكو نبيعو، بمعنى نقولوا انفيستيسمون تراكمي كما يقولوا، ما حاش نقدر ندخل 800 مليون اللي راك تهضر عليها. تسمى انت راك تبيع في الناس وهم، كاين ناس راهي حابه بالك عايشه في الفقر عنده مليون يبيع تليفون وتجي يعطي لك دراهمو. انت شغل يا اخي ما باليش، خاف ربي شويه في الناس. راك معايا، راك في نص الشعب مساكن فقراء، نص تزيد تاكلهم تضرامهم تزيد كذا، باليش روح دير صح عندك بالك ربي عطالك صحه الوجه كما يقولوا، تقدر دير بها دراهم في الساعه فاهم. بس كنت لو كان كنت صح انسان مستثمر وعندك نيفو وكذا وتمثل شركه، والله ما تريح في اللايف والناس تمسخر بك هكذا. شوف نعطيك حاجه، شوف يا جماعه دوك نخلي دوك نقفلوا برك ما تحوزوناش. السيد غدوه ان شاء الله نتلاقاو، تجي زاره ولا تجيش غدوه ان شاء الله؟ اسمح لي برك، اسمح لي اخي دقيقه برك نجاوب الاخ انا. يعني الكلام اللي تكلمته هذا هو دليل على نقص الخبره تاعك في مجال الاستثمار وفي مجال انا نضربك في الفوركس نعوجك، انت تقول لي شفقسني في راهي عم تخرط علينا. قالوا نقص الخبره تاعك ما بون طيب ناكلو جيت توري لي الخبره 10 مرات ماشي. شوفوا اللي يحب يجي غدوه مرحبا به. سمعتوا اخوتي واش حبوا نقول لكم؟ اسمح لي نكمل بك الاجابه تاعي. صباحو خير البوسيه، ما تكملش انفا قولك غدوه وروح غدوه كمل لنا ان شاء الله. لا لا اسمح لي خويا، ما نهضروا من حقك، انت من حقك تنتقد وانا من حقي يعني ندافع الفكره تاعي. يعني هذا عنده علاقه بنقص الخبره تاعك في المجال في الاستثمار وفي المشاريع، وراني متاكد. معليش نقص الخبره تاعي، نعطيك سؤال شباب، علاش ما دخلتوش تاعنا؟ علاش ما دخلتوش البورصه؟ جاوبني، علاش ما دخلتوش بورصه الجزائر مثلا اذا تحوسوا انتم على مستثمرين؟ يا اخي كريم يعني اسبانيا كبيره، على ما دخلتش ديريكت البورصه الجزائر؟
يا اخي كريم، هاك زدت اعطيتني اجابه ودليل اخر على نقص الخبره تاعك. زارا هي شركه اسبانيه وشركه اوروبيه وراهي داخله في البورصه، لكن في بورصه لندن. اما البورصه الجزائريه باش تدخل، يعني تدخل البورصه لازم تكون شركه جزائريه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، راني متاكد باللي وجهه نظر تاعك والراي تاعك والنظره تاعك كي تدخل المحاضره تاعنا راح تتغير تماما، يعني 360 درجه. لا حول ولا قوة الا بالله. معليش يا اخي، خلينا نزيد نطلعوا جماعة بركو، ما نطلعوا واحد اخر. الاخ زرا راك تسمع فيها؟ نعم تفضل يا اخي تفضل. الاخ زرا هذو كاع تجار، هذو كاع اللي راك تشوف فيهم تجار الكترونيين. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربي يعيش، تقريبا تقدر تقول نخبة المجتمع. راك فاهمني؟ الاخر فيهم يدخل شكارة تاع دراهم في النهار. تسمى باش باش تدخل لنا ايدي هكذا تحت الارض، لازم لك دي زارغومون سوليد، فهمتني؟ لازم تكون. احنا كاع نهضروا بالوثائق ونهضروا بالفاتوره ونهضروا بالريال السلعه، اكيد اكيد اكيد، فهمتني؟ تسمى باش تجي هكذا تجيب لنا عقليه تاع انفستيسمون غير هاك. عمك انا دوكا كي سمعت الاخر هزيت التليفون عيطت لا ميزون زارا في باري، قلت نشوف اسكو كش ما عندهم هكذا فرع تاع استثمار، كش ما زارا وما ادراك ما زارا، خصهم دراهم باش يجيبوا عند الناس. بالك اون سي جامي ابار لانفستيسمون في لابورس، تنفيست على الاسهم تاعهم شي اسهم، جامي سمعت باللي زارا. انا لقيتهم مغلوقين ابارمون، يكملوا ما يخدموش في الليل، فهمتني؟ شغل هنا راك مع جماعه لو كان يكون شويه لوش راح يفيقوا لك، تخبيها كيما تخبيها سكريبت ولهوك حنا نديروه. يا شيك شوكا انا على راك تاكلوا في الخبز، قال لك تدخل بمليون شهر تولي لك 100 مليون. قادر بيان سور، ما راحش نكذبوا السيد، ما راحش خويا. قال لك اعطينا مليون، قال لك تولي لك 800 في شهر. في شيك شوك، اسمع شيك شوك، انت عندك بروس ميطاليك ولا عندكش؟ نعم بروس ميطاليك يكون مات ان فرنسا ماشي تاعنا. اصبر خلي يا ولدي يا باترون، انت ما فهمتنيش واقيلا. انا فاهمك، لازمك بروس ميطاليك تكون حره غدوه ان شاء الله، غدوه يجيك نتعاونوا مع بعضنا. كش ما قشر شويه، فيق شويه ان شاء الله. ما فهمتني. شيك شوك، خلينا المفيد شيك شوك. نعم. سأعطيك سؤال خارج هذا الاخر، واش درت فيها في الاخر ولا ما جربتش؟ والله ما جربت، انت فشلتني. شي الكوست راهو في ظرف طروا، واش بيك فوكاتني؟ لا شفت كيفاه، لا تطلع كوست وتجي وهبط وطلعها، والمنصة زارا قال لك تدخل مليون تولي 800 مليون في شهر. والله واش قال زارا؟ اكيد اكيد، يعني كون يحضر المحاضره تاعنا راح تكون عنده وجهه نظر مختلفه. السلام عليكم. السلام عليكم. والله ما يحشم يا هذا مسحور. هذا والله لو كان عندي صحه الوجه تاعي غير ندير البلدره المحاضره تاعي. نعم، واش منضات المحاضره تاعي؟ نديروا محاضره يعني مرتين في الاسبوع وعدد الاماكن محدد، وباش يعني باش نطمنك المحاضره راهي مجانيه، ومحاضرة هذه راهي تعليمية، يعني تعلم فيها معلومات مفيدة ولغة الأرقام، يعني راح تشوف الأرقام ويعني المستثمرين شحال ربحوا، يعني كلش بلغة الأرقام. و شوف خويا زارا حبيت برك نقول لك حاجة، الانفستيسمون هذا اسكو لي سيور اسكو مضمون بلي لو كان نحطوا دراهم راح يكون مثلا شغل، اسكو فيه ضمان اللي راح تدخل لنا فايدة؟ يا اخي الكريم، شركة زارا هي شركة عالمية، يعني اكيد الاستثمار راح يكون مضمون. ما رانيش نهضر مع كيسموه بوش، والله غير بوش يا شيك توك، ما في والله غير بوش. ها؟ اي بوت. لا ماشي بوت، لا واش بي؟ انا نهضر لوجيك، واش بي؟ كيفاش اسمه مول زارا؟ نسيت اسمه، هذاك الشيخ ديالنا. داو اسمو التهامي عبد الله. السلام عليكم. اسكو كاين فيها ضمان؟ السلام عليكم. اسكو كاين فيها ضمان الاخ زارا؟ ايمن خويا دوك نزيد نشوف كش موعد نطلع واحد اخر، جاي واحد اخر معليش. نطرح له سؤال برك. ممكن خوتي سؤال برك الاخ زارا؟ تفضل يا اخي تفضل. لك الفضل اخي الكريم، انا خشيت شويه رطب معكم في الحكايه، ممكن بعد تفهمني برك؟ انتم شركه زارا مديرين نوع استثمار هنايا في الجزائر، تحت فتح راس مال شركه زارا ولا شيء؟ هو الموضوع حبيت نفهم برك باش نقدر نطرح لك سؤال. شكرا اخي.
انت يعني ما حضرتش البث من يعني دركم خد البث هذا وين جيت متاخر فقط اسمحوا لي برك وسامحني اسمعني من تحت اسمحوا لي اجمعني من تحت على بالي بلي راك تقلاطيم غير قفله ودنك اجمعني راني نسمع انا بالك استاذ دقيقه برك والله قلت خليه يحكي برك باش نطرح له سؤال برك يفهمنا ممكن سامحوني خاوتي تفضل اسمع شكرا تفضل اخ زهر تفضل انت الكونكليزيون تاع الرينيون هذه اللي راح ديروها الكونكليزيون مجمل القول لا يا اخي انا درت يعني مجرد رؤوس اقلام يعني هناك محاضره يعني في المحاضره راح يكونوا كل التفاصيل الاخ زهر نعم تفاصيل دور ممكن تشرح لي برك واش حاب دير انت واش حابين نديروا هنا في الجزائر برك يعني انتم يعني سامحني يعني بالنسبه للاخوه او للاخوات اللي ما كانوش حاضرين اذا خلينا نقول زارا هي شركه اسبانيه نعم يعني ديروا ميتا لا 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 يا اخي كاين واحد يا اخي هناك شخص قاعد يضحك معليش معليش يا اخي لا لا احنا نتكلموا يعني في حاجه جديه و لا معليش معليش حنا نحترموك زهراء اللي قال نسمع في خويا وجدي انا اللي نحكي معك ديزال رفض اذا اخي ديزال شركه زهراء هي شركه اسبانيه تعمل في مجال الملابس يعني تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه وحتى الافريقيه يعني حتى في الجزائر عندها مكتب وعندها محلات محلات يعني متواجده في اكثر من حوالي 12 ولايه والان عندها مشروع يعني من جيل جديد تطوير ملابس من جيل جديد يعني نوعيه قماش يعني جديده وحتكون يعني صديقه للبيئه ويعني حتى في اللباس تاعها يعني راح تكون مضاده للحساسيه حيتم تطويرها يعني باستعمال برامج الذكاء الاصطناعي نعم نعم اكيد وكيفاش طريقه اكيد لكن استاذ دقيقه خليه يكمل برك انا معاه دقيقه بشويه برك ونوجه له انا نحكي اكيد اكيد اعطيني المشروع اللي حاب توصله لنا ليدي اللي انا خشت بها فكره زهراء واش هو المطلوب منا كمستثمرين جزائريين اي نعم يعني انت يعني باين على حسب الاجابه تاعك عندك شويه عندك قليل من الخبره يعني في الاستثمار نعم اذا المشروع هذا في المشروع هذا زهراء 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 اخي زهراء دقيقه تشوفها شيخ شوك راك معايا خويا شيخ شوك شوف خويا العزيز ما تتصل ما والو صار يا كيما تكبش تاع 35 و 50 مليون فهمتني السلام عليكم وعليكم السلام سامحني باترون عندي واحد لا درك الاخ زار المايند سيت تاع لي زالجيران راهي تبدلت كلمه تاع الانفستيسمون وقليل الخبره هذه عندك شيت بالانس عندك ستيتمنت انكم عندك الاسيت الاكويتي تجيب لنا واش عندك دخل تحكي لنا الزهره كنا نعرفوا هذا كلمه الانفستيسمون انا خلاص راح هذاك الجيل تاع الهف صاي تضحكوش على الناس دوك تعلمنا البورتفوليو ريسك مانجمنت وكيف تنفيستي في لي ستوكس تبدلت الحكايه درك جيب لي الشيت بالانس تاعك لانكوم ليكويتي واش عندكم تسالوا نشوفوا هذا واش عندك انت لا بالانس تاعك شوفوا الريفيني تاعك النت كوم تاعكم هاكم في الموا هاكم في البليس كي تجي هنا جيب هاد الحوايج بارطاجيه معنا نتكلموا معاك في الانفستيسمون كي كاك تقول الشخص يسال فيك تقول له قال لي الخبره مادام كنت عندك خبره دوك نتكلموا معاك بالخبره جيب لنا هذا الشيت بالانس تاعك الانكوم تاع 10 اون 5 اون واش راح نديروا في الجيري واش هما لي اسيت تاعك واش هي الضمانات ونتكلموا معاك في التداول في التخربيط دوك الاخ شكرا شكرا اخي شكرا سامحوني سامحوني فقط نكمل نجاوب الاخ ديزاد انا اللي ما فهمت والو واش راح نوع المشروع اللي راح نحطوه هنا في المشروع هو صناعه البسه من قماش يعني من جيل جديد والجيل هذا معليش او مضاد للحساسيه راح يتم تطويره بالذكاء الاصطناعي وكاي شركه يعني في العالم مشروع جديد تحتاج الى تمويل والتمويل هذا الشركه لازم يكون معها مستثمرين يعني يساهموا براس مال الشركه سامحني برك برك ياخذوا جزء من الارباح نعم انتم تحوسوا على راس مال مخاطر جزائري يخش معكم اكسي هكذا اكيد اكيد ويعني كلش راح يكون بوثائق يعني وهناك محاضره في المحاضره نشرحوا لكم التفاصيل الوثائق نروحوا للقنصليه الجزائريه اللي في اسبانيا ومن بعد نروحوا للقنصليه الجزائريه لهنا ونروحوا وزاره التجاره نعم فهمتني
ومن بعد نخشوا في الانفستيسمون ونحطوا لي كونطرا ونشوفوا القيود تاع لي كونطرا والضمانات القانونيه انترناسيونال واش كاين في التجاره الدوليه واش يضمن حق المواطن الجزائري كانه مستثمر في راس مال شركه عالميه باسكو انتم راكم شركه عالميه كي تقول زارا اكيد اكيد خويا العزيز اكيد ها واش هي الضمانات القانونيه اللي يخولها القانون يضمن حق الجزائري بالمطالبه شركه عالميه في المقر تاعها في اسبانيا وعندها عده مقرات في دول غرب اوروبا وامريكا اوروبا في غرب اوروبا في امريكا في في الصين في اسيا واش يقول سيد بالك ما فهمتوش بالك هو انه الاستثمار تاعو يديك متخدمه تخيطه ولا كيفاش ما ديرو لا 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 هو واش يحوسوا يحوسوا يخدموا بصور الجزائري تما زارا انني فهمتو يحب يحط العلامه التجاريه تاع زارا ويجيب صور الجزائري ويديروا مكتب هنايا في الجزائر ويخدموا بصواردك وك شكون تخدم على البرام تاع زارا هكذا باش منها ما قدر ما لو عندنا من راك بعيد راك بعيد يوم كان بعيد كان الموضوع كيفاش كيفاش لا ميزون زارا اللي تبع اللي تبع الجروب الفياماش تاع برنار رونو يدخل 20 مليار دورو شفر البينيفيس تاعو في العام يجي انفيستي في القماش يحوس مساعده هذه اولها ثانيتها كيفاش يجي يقول لي تنفيستي في لا ريشيرش تاع القماش ونرجع لك فايده في شهر علما ان لي ريشيرش يحكموا حتى 5 سنين 6 سنين باش يبدا البروجي هذاك يبدا يدخل في لا برودكسيون وبعد يبدا يدخل في البيع باش يجيب لك حاجه جديده كيفاش هذه راك تحوس راك تحوس على القماش تصنع القماش اللي راح تبيعه راك في فابيريو تاع الريشيرش وتقول لي شهر نرجع لك دراهم كيفاش هذه عندك حق شيك شوف شوف زارا يرحم بابك يا اخي نورمالمون تا قلت من قبل لو اعلم نورمالمون فهمني مليح واش راني نقول لك باللي كاينه شركه واحده اخرى راك معاها ثاني اخي هكذا من نفس زارا نورمالمون عندك واحده اخرى نعم نعم خلاص لدي العديد من الاستثمارات الخطره الجايه على واحد باسم الشركه الاخرى كيكا كيكا فونا المقر تاعك هنا في الجزائر سنه المكتب اسم المكتب تاع زارا اللي ما كلاتش غدوه شوف الاستثمار راهش تاملك بزارا شوف اسم شركه واحده اخرى خويا خويا خو شوف خذ راي خوك سي شانيل بوها اخي كريم زارا هي شركه عالميه يعني من مقرها في اسبانيا وعندها العديد من المحلات صاحبي هذا ماشي انا هذا يا اخي زارا معروفه تكلم بالمفيد يا اخي زارا شركه عالميه اسبانيا باترون ايه الاخ باترون اللي عندك كابتشا هذا راه بوت الاخ باترون اللي عندك راه بوت الى عندك فوتو كابتشا حطو يقراه يرحم بابا باي بينا برك باللي ماهوش روبو ما عندك فوتو كابتشا اسمح لي نقول لك حاجه شاشه زيرنا فوتو كابتشا هنا اصبر بوت هذا بوت اسمحوا لي الروبو هذا خايف عليه يروح قصره معاه ممتعه ما يكون روبو والله ايمن وراه جيب له ايمن جيب له اسمع دخل عدل اللي سجل ومن بعد الكابتشا هذيك برك دير لها فوتو كابتشر ديكرو وحطها هنا هنايا والله اوديو ما نقدرش نحطها اوديو كوم جا فيديو نقدر نحطها ويقراها يعني الكابتشا راح عاود لنا زارو لا سمحوا لي غدوه جينا بالشركه الاخرى شوف اصبرنا عاود اصبرنا عاود الاخ عاود احكي لنا على زارا نعم عاود احكي لنا على شركه زارا يا اخي تكلمتك انت كنت حاضر ولا دخلت جديد لا دوك لحقت زارا هي شركه اسبانيه تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه في اسيا في الامارات حتى في الجزائر في الجزائر عندها مكتب هنا عندها محلات تجاريه في 12 ولايه توفيق قال لك روبو هذا بوت هذا نفس الكلمه اللي راهي عاودها اكيد اكيد يعني واثق منه واش راني نتكلم يعني اخزاره تقدر تشرح لنا الصوره تاع ماركه واش هي نعم اخزاره الصور نعم ماركه الاخ ماركه واش كاين ماركه في الصوره تاعو ما فهمتش السؤال تاعك دار الروبوت باش نراك في الجاست اللي مدير ستيجل قصدك صوره الشخصيه تاعي نتاع ماركا نتاع الاخ ماركا اللي معنا في اللايف الصوره اللي مديرها في البروفيل فوتو دو بروفيل واش حاط واش مش مدير في الصوره تاعو
والله يعني صورة غير واضحة يعني، خلي حتى ان اخوتي روبو وانت روبو كيما هكذا وانا باترون باترون قلت لك جيب لنا كابتشا ما قدرش نقدر هذا هو راه قلت لك اودزي ما قدرش ندير شوف الاخ شوف ديرها فوتو بروفيل تاعك اسمح لي دقيقه خلينا احنا نهضر انا شوف الاخ بوت الاخ بوت شوف يا حبيب خذ وراه عندنا بالشركه الاخرى سمعتني ها الزهر هذه جماعه ما عجبتهمش قلت لك انا شركه واحده اخرى زهر عندي سؤال عندي سؤال اخير عندي سؤال اخير ربما نهبط من اللايف صورة تاع بروفيل صورة تاع البروفيل تاعك علاه ما درت صورة زارة ودرت صورة تاع دولار باي نعرف باي نفهم هو مدير تسويق يا اخي جاوبتك تسويق مش محتوم عليه دير زارة لا 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 يا اخي يعني جاوبتك يعني الله يعلم يعني جاوبتك انت المشكلة تاعك الاخ راك تقول اشخاص ناقصين خبرة وانت راك تعبان بزاف اخي صراحة لانك راك مع ناس خليني نجاوب راك مع ناس سامحني سامحني راك مع ناس مستوى كنت كان برهنت الناس هذا المستوى ديجا راك درت اعلان للشركه نتاعك راك ما قنعت لا لا شفاهيا لا حد برتاح فينا احنا شويه والله دوماج اقسم بالله راهو الليفل تبدل في الذكاء الاصطناعي مش انسان والله المهم احنا حابين نخرجوا بفايده دوماج كيما اخي باش نجاوبك على السؤال باش نجاوبك على السؤال صوره على البروفايل يعني دايرها هي ترمز ل يعني حرف اس هو دولار ويعني بصفتي يعني مدير تسويق يعني عنده صورة هذه عندها جانب تسويقي اكثر لانه ما راناش لانه هنا جاي نتكلم على استثمار واكيد شعب كامل راه مهتم بالاستثمار ويعني يزيد مداخيل تاعو يعني يكون عنده مدخول اضافي هذه نقطه يعني النقطه الثانيه باش نجاوب باش نجاوب اكيد باش نجاوبك على السؤال تاعك زارة باش نجاوبك على السؤال تاعك يا الاخ تريزر زارة هي وشنو باش نعرفوا بوت ولا زارة هي شركة نعم زارة هي نعم زارة زارة كمل لي زارة هي زارة هي شركة إسبانية تنشط في مجال لا يا اخي حاب نفهم وش يعني اسكو هضرت كلمه مضحكه ما فهمتش لا 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 تضحك تضحك انت راك تضحك روح شوف روح بعت نوتيفيكاسيون كما سمعتوا للاخر نوع الاستثمار اللي حاب يديره هو نوع الاستثمار ما هو مطلوب منا كحصه سوقيه احنا كجزائريين اكيد اكيد يعني شرحت واش هو المطلوب منا في شركه زارا واش تطلب منا شركه زارا المقرطحه في الجزائر وين بلاصه مديرينو في الجزائر في الجزائر في شراقه يعني زارا يعني عندنا مقر رسمي احنا في شراقه ويعني زارا هي شركه اسبانيه تنشط زارة. الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه يعني حتى في الامارات وفي الجزائر في الجزائر عندنا مكتب يعني في شراقه عندنا محلات محلات يعني في الاستثمار نوع الاستثمار يعني نقول في 12 ولايه والان عندنا مشروع جديد ومشروع جديد هذا يعني رانا نجمع في راس المال يعني باش نمولوا هذا المشروع الشركه اللي راح اللي مطالب به الحصه السوقيه الجزائريين باش يخشوا معكم شراكه كم يبلغ يا اخي عندنا مستويات يعني كل واحد يدخل بها المستوى القراص الصغير والكبير اعطينا المويه واعطينا الصغير واعطينا والله يا اخي اقل شوف اقل زاره قبل ما تجاوبك دقيقه شوفوا يا جماعه شوف زاره هذاك تخلى النهارده وانت ما حضرتوش هو هذا دار قال لك راه هو شغل تقدر تقول ماناجر مع شحال من شركه مع هذه الزاره كما راه يقول وعنده شركه واحده اخرى وشكر واكينه واحده اخرى ليسونسيال بإذن الله هذا دوك شويه نقفتوا غدوه ان شاء الله تجي زارة بإذن الله يعني بعد صلاه العشاء اكيد ان شاء الله ان شاء الله انت زارة اسمع معروضين نجيبوا معاك المغارف والبروس ميطاليك راني جايب زيت زيتون يا زارة صحابكم قولوا ما كاينه شركه واحده اخرى مي زارة زارة سيبو هذوك ما حفظناها نعم نعم اعطينا اسم الشركه الاخرى قبل ما تجي باش نكونوا على لا يا اخي زارة هي يا اخي كريم يا اخي كريم زارة هي شركة اسبانية تنشط في الاسواق الاوروبية الامريكية في اسيا في الامارات يعني عندها استثمار يعني وفيها فروع انت ربما تكلمني على الفروع يعني لكن مش يعني في المرحلة هذه الاولى رانا نقدمه في شركة ومن بعد في التفاصيل يعني كيكون كي يعني كي يهتموا كي ينضموا معنا للشركاء يعني ماهوش نقول مستثمرين يعني نسميهم شركاء راح يكونوا على علم بالفروع تاع الشركة
زارا اسمع اسمع هذه اسمع 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 هذه من عندي هذا شات جي بي تي كيولي باسل يا زارا يا زارا نعم زارا اعطينا كاش من تجم ربح انت بوت بوت لا اخي انا نتكلم على الاستثمار ويعني وانت خرجت لي يعني طرحت لي سؤال يعني خارج ل... انا واش يعني ناكد جاوبوا اخي المحاضره ما استهزاش راه هو تكلم راك عاود نفس الكلام ربح حابين نربحوا الوقت لا كان تاك تحوس الانفستيسمون حنا عندنا دقيقه نحوسوا ندخلوا فيها 100 دولار تحوس على الانفستيسمون تك تعاود لنا في الاسبانيه اسبانيه حفظناها هذه صاي احكي ترى الانفستيسمون عنده الحق راك تعاود في نفس الكلام اعطي له برودكت وينر اش ما يخرج به يدير فايده اليوم تعطيني هو برودكت وينر نجي نخدم معك هذا ما كان اعطينا لا اخي انا يعني ندعوكم تواصلوا معايا وتسجلوا هنا كمحاضره يعني في المحاضره فيها ربع ساعات محاضره تعليميه فيها كل التفاصيل راح نتكلموا بلغه الارقام يعني راح تشوفوا شحال المداخيل وشحال الارباح تاع الشركه وشحال تم توزيع الارباح على المستثمرين يعني راح تشوفوا بعينيكم ربع ساعات تقدر تحضر محاضره ربع ساعات واش دير فيها ربع ساعات في حياتك ما كان شيء الاخ باترون شيك شوك ما شاء الله ودي زادهم فاهمين احنا نبينو لهم باللي الجينيراسيون راهي تبدلت وكلمه الانفستيسمون هذا الكلام هذا لا تريد تبوت بوت باش نصرحهم هنا في الجزائر سعيد معليش عطينا والله باش جاب واحد كيما زارا اسمع الله غلطتك كما زارا خويا في الجزائر شحال فيها نعم. كونترا سامحني كلام كبير كشركة هنا في الجزائر يا أخي التفاصيل هذه في المحاضرة راح نشرح لكم كلش بأدق التفاصيل وبعد المحاضرة المهتمين بالاستثمار راح يجيو للمكتب تاعنا قال لك هبطوا كي نهبطوا بعمر راح نحكي صدقني غير بوت كون بوت بوت الأخ زارا هل أنت مستعد تبعت النادي الانليا للمنصه الام زارا بوان كوم بوان 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 اكيد راح يكون عندك حساب اكيد راح يكون عندك حساب في الموقع الرسمي شركه زارا اللي هي شركه اسبانيه يعني في مجال الملابس في الاسواق الاوروبيه الامريكيه في اسيا وحتى في افريقيا تبعتوا المول لايف اكيد اكيد لا 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 يا اخي بس في المحاضره يعني حنشرح لكم كل التفاصيل والمهتمين بهذا المجال يعني راح انا راني متاكد 100% باللي كنت تحضر المحاضره راح تكون عندك وجهه نظر واحده اخرى وانا ندير المحاضره وين وانا راني متاكد 100% ان الشباب الجزائري حاليا لا يحاول يستثمر في نفسه في ذاته يتعلم شيء جديد يتعلم الايكوميرس يتعلم اي حاجه جديده تكون فايده ليه وتعود بالنتائج على المدى الطويل ما نظنش ولهذا جيت نقدم لك المشروع اكيد مدى طويل ما نظنش ان منصه كزارا او تي بي شوب اللي سمعنا وعرفنا وشفنا ناس خسروا فيها دراهم كبار راح يكونوا مهتمين بهذا المجال الحالي للشباب الجزائري حاول يستثمر فيه ويستثمر في نفسه كمبدا اساسي اللي هو تجاره الكترونيه ربما بنسبه كبيره طبعا تسمى تجاره الكترونيه يعني لا يا اخي شوف والله اذا كانت منصه زارا من داخله في التجاره الالكترونيه الهوك تاعك ضعيف صاحبي اسمح لي عاود روح جيب هوك واحد اخر زارا هي ماذا امريكا عالميه اسبانيه ملابس وخاصه دراهم ما نظنش يا زارا بالعقل عسيد بالعقل عسيد ما تزيروش بزاف بالعقل السيد مش سيد والله لهم في الضبط يا الفاطمه اصبر يا زارا يا زارا نعم زارا هي ماذا نعم شريك شرحت يعني شركه شركه وشرحت المشروع عاود لي ما سمعتش انا ما كنتش حاضر انت ما كنتش حاضر ما كنتش حاضر معك الاخ فينوم اذا زارا هي شركه اسبانيه مختصه في صناعه الملابس تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الامارات وحتى في افريقيا هنا في الجزائر عندنا خلاص نبدا نخدم معاك عندنا ايضا محلات تجاريه في اكثر من حوالي 12 ولايه والان راهي تدير في مشروع جديد ومشروع جديد هذا راهي تحتاج تمويل يعني على شكل مستثمرين يجوا يستثمروا مع الشركه وياخذوا جزء من الارباح
زارة ان شاء الله تروحوا تخدموا كامل تروحوا تقولوا على صباح ربي زارة هي شركة حتى تخدموا سخسك المدير تاعك ولا خدمة تقولوا زارة هي يا زار انت شوف اخ زارة شوف اخ زارة غدو جيب لنا شركة اخرى فهمت هذا الجانب هذا الجانب اللي ما يبانش من كنقولوا من الهوك تاعه اللي هو يعاود لك هو منصة زارة هي وهي وهي انت راح تحفظها المتابعين اللي راهم يسمعوا راح يحافظوا فيها غادي تقعد له زارة 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 حتى وين يبدا يبحث على منصة زارة يا اخي الكريم يا اخي الكريم واش تعشيت الله يفتح عليك يا البوت وش اسمك؟ يا الزارة وش اسمك وش اسمك؟ يا إخواني يعني هاي نتكلموا في مشروع استثمار و... ويعني البعض منكم قاعد يطرح في أسئلة خاصة يعني وش تعشيت وين؟ معليش نظن باللي هذا يدل على أنه يعني ماكش مهتم بالمجال يعني باش نتأكدوا أنك ماشي بوت فقط يوني نكتة حبينا نضحكوا لا يا أخي يعني هذا استهزاء أنا أعتبره استهزاء لا حاشا دروك حنا عدنا احنا رانا مدمرين حبيت تحكي لنا نكته باش نحسوا باللي انت اخينا احكي لنا يا اخي يا اخي يا اخي انا انسان انا بشر مثلكم يعني ناكل ونعيش حياتي كيما نتوما احلف ما طريق الكلام تاعي جاتكم يعني شويه ازار ازار نعم تحكي باللهجه الجزائريه لا اللهجه نعم تفضل المهم زارة هي شركة إسبانية أكيد 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 عندها فرع في كل مكان هي شركة إسبانية المنصة ولازمكم تدخلوا معليش محاضرة في الولاية والبيرو في الشراكة تكون بي دي سي نعم نعم شوفوا دقيقة أخ زارة من الحق مش بتجاوبش على كلش أنا نوقف معك بالاقل هذه هالسيدي ويروح كيف ما يجاوبش راه بوت لازم يعطيك الجواب هو كان تعطيه البوت عنده الاسئله كامله ما عندوش الاسئله كامله البوت بالاقل على البوت هذا تاع استثمار برك بوت استثمار لا مليحه هكذا بس سقسيها انا سقسيها دقيقه زارة هي نعم شركه اسبانيه زارة هي شركه اسبانيه تنشط في يعني في مجال الملابس في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الامارات وحتى في الجزائر في الجزائر عندنا باترون جبنا الكابتشا عندي محلات يعني في تقريبا 12 ولاية ويعني ما شاء الله شركة عندها اسم والآن راهي عندها مشروع جديد وحبت دير تمويل المشروع تاعها عن طريق المستثمرين صاي زارة صاي شوف غدوة جيب لنا الشركة الأخرى زارة دوك يا جماعة أعطيهم الشركة غدوة تكون بسيطة وش اسم الشركة الأخرى زارة؟ نعم؟ لا هو لا اسمح لي وباش ندخلوا في التفاصيل هو الأخر هو يتكلم عن الفروع يعني زارة هي شركة الأم الفرع الاخر ايش اسمه يعني كي تحضر يا اخي كريم كي تحضر المحاضره تفهم الفروع تاع الشركه وتفهم كلش المحاضره وين يا خويا قهمتنا المحاضره وين جايه زوم المحاضره يعني بوسائل التواصل السمعي البصري عن بعد هو تطبيق زوم اللي هو معروف عالميا اسمع جايه في الزوم في الزوم في التخنه تاع التليجرام اخي زارة باترون راك مسؤول على اللايف وما جبناش الكابتشا اخي زارة شحال البريك يا اخي في المحاضرة كي تحضر في المحاضرة راح تشوف ارقام وتشوف مستويات المحاضرة هذه راح تكون تعليمية يعني وتكون احصائيات راح تشوفوا بلغة الارقام شحال المستثمرين شحال قدروا يربحوا يعني بكل التفاصيل وبكل شفافية هل عندكم هنا في الجزائر؟ نعم نعم أكيد قيد ثانوي عبد الرحمن تلميذ مجتهد قال لكم زارة هي شركة إسبانية تخدم في السوق الأوروبية أو الناس أو قلت لكم أمريكية وحتى في الجزائر وعد أسمع زارة دين زارة أين المكتب بتاعكم في الشركة وين بالضبط المكتب لا شوف الادريس حبسه شوف تواصل معايا تواصل معايا اخي ونعطيك العنوان وتسمع بها في اليوتيوب وين تواصل معك بزيرالدا ولا بجوزواد انا درك نحوس نعرف المكتب تاعكم روحوا لي البريفي روحوا لي البريفي وسقسيوه هي رحم والديك اكيد راسل لي اخي راسل لي هناك محاضره يعني راح تكون تعليميه وفيها ادق التفاصيل وراح نتكلموا بلغه الارقام يعني راح تشوفوا بكل شفافيه ابو محمد
على بالي يا ابو محمد. نعم ابو محمد احلف باللي ما راكش تقرا من الورقه. اقسم بالله العلي العظيم يعني غير راني نتكلم معكم بكل عفويه وبكل شفافيه، يعني ما عنديش وثيقه كنتكلم ولا، وانما المشروع كيكون مشروع صادق وكي تكون عندك ثقه في المشروع وعندك امل يعني خليك واثق من نفسك، يعني يكون عندك ثقه في النفس. سبحان الله. مازال فوزيت انكور جام، مازالك من صغار، واحد صغير خويا العزيز حافظ على عقلك. غدوة واحد يزارة غدوة جيب لي الشركة الأخرى. منها خلاص. ديرها في فيتون. اسمع زارة خليها أون أتونت، خليها بعد غدوة إن شاء الله يخي تجي هكذا الأخ زارة. نعم نعم بإذن الله، يعني هل تفتح بث مباشر يعني؟ أخرى شركة، شركة أخرى غدوة إن شاء الله. لا هما فروع، شركة عندها فروع عديدة، الشركة هذه يعني كلمت يعني عندها فروع عديدة، وشركة الأم هي شركة إسبانية تنشط في مجال الملابس في الأسواق الأوروبية الأمريكية الأسيوية في الإمارات وحتى هنا في الجزائر. أخزارة اذكر لنا الولايات اللي راي فيها المكاتب تاعكم هنا في الجزائر. لا يا أخي المكتب هو المكتب في العاصمة، يعني مقر رئيسي، يعني خلينا نقول إدارة الإدارة جاية في شراقة، أما المحلات يعني هناك في غرب الجزائر في شرقها في الوسط، يعني في 12 ولاية. 12 ولاية صح. أذكر لنا الولايات أذكر. نعم لا 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 راش بعد أسئلة زعما كيف والله يطلع داتا. السلام عليكم. أخزارة وقامة كبيرة وش بيك؟ أخزارة وقامة كبيرة. وش اسمك؟ أبو محمد. نعم أبو محمد زارة. نعم نعم. واسمك الحق، اسمك الحقاني كيفاش؟ يا اخي كريم انا اعطيتك اسم. اسئله شخصيه اسم. بطبيعه الحال شفت انا حفظت الدرس، حفظت كلش يا عاد غدوه الصبح حافظ كلش. زارة كيفاش ندير باش نربط البوست؟ بالك عندك ليدي. نعم كيفاش ندير باش نربط البوست؟ كوست ماذا تقصد؟ بوت استثمار برك. على بالي اصبر بوت خلنا حل كوست فينا على فيسبوك كيفاش ندير باش نهبطو؟ لا يا اخي يعني انا راك دخلتي في موضوع اخر، فيسبوك هي شركه اخرى، احنا نتكلموا على الاستثمار في زارة. زارة اسبانيه ما تعمل في مجال الملابس، تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الامارات حتى في الجزائر. زارة هل تقبلوا الكريبتو؟ نعم قبلوا الاستثمار بالكريبتو؟ لا يا اخي بما انها يعني شركه تنشط في الجزائر بطريقه قانونيه، يعني الدفع راح يكون عبر وسائل الدفع المرخصة في هذه البلد، يعني راح تكون عبر حساب البريد. ما هي بالسي سي بي يعني. أخ زارة تقدر تشرح لنا فوتو دو بروفيل تاع سيفو سيفو؟ سيفو سيفو واش عنده؟ مش واضحة والله يا اخي، والله يا اخي الصوره غير واضحه، يعني حتى ندخل انا قلت لك والله غير الصفحه تاعو ندخل الصفحه تاعو راح نخرج من هذا. الجزائريين راهم ولاو مبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي. خلاص انا سلمت هذا مش جزائري. ديزون تقدر تشرح لنا الصوره تاعو؟ الصوره تاعو هي يعني صوره خلفيه صفراء مكتوب عليها دي زد زون، هذه صورة فيها اسم فقط. حل بالبوت هذا يا يعني. والأخ بينهم بالانتليجنس ارتيفيسيال يمشي البوت هذا لو يسعد اسمعني. والأخ بينهم واش ندير فوتو بروفيل؟ لازم حاجة الصورة تاعو غير واضحة، يعني لازم ندخل في الصفحة تاعو، كي ندخل في الصفحة تاعو يعني حين قطع البث. ملخص هذا الشيء وأنه زارة فكرة والفكرة لا تموت. ملخص أكيد أكيد، ومشروع يعني على المدى الطويل، يعني مشروع يعني زارة هي شركة زارة هي شركة إسبانية. أكيد أكيد بطبيعة الحال زارة هي شركة إسبانية تشتغل في مجال الملابس، تعمل في الأسواق الأوروبية الأمريكية في آسيا في الإمارات ويعني في أفريقيا حتى في الجزائر، يعني في الجزائر عندها مكتب
وعندها محلات في 12 ولايه يعني غنيه عن التعريف. الله محمد رسول الله. والله اخ باترون، اخ باترون، اخ باترون، انا نحمل المسؤوليه كامله. جزائريين كم راح يوليو ديريش وما لقاوش رواحنا معاهم، نحملك المسؤوليه كامله على اللايف اللي راك دير فيه، وراح يوليو اغنياء الجزائريين كامل. اسمع زهره ويحفظوا الدرس غدوه الزهر. كنت تسمع زهره، زهره هي شركه اسبانيه. اعطيه راس الخيط برك يكمل بقى. زهره من الفوق يقولوا لك شركه اين موقعها واش تنتج هذه الشركه يعني؟ لا يا اخي اني شرحت درك. زارا هي شركه اسبانيه تعمل في مجال الملابس، ملابس رجاليه نسائيه تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الامارات وحتى في الجزائر. الجزائر عندها محل رسمي وعندها محلات تجاريه في 12 ولايه، يعني شركه غنيه عن التعريف. مبدع كرييتيف. هذاك ورحت قصاد الدار وما تضحكوش كيما هكذا. هذا كتسمع من اليوم من كي تلاقى درك تحكي على واحد تقول له زارا، يقول لك زارا، تبدا تقول له، يقول لك زارا، تقول له هي شركه اسبانيه عالميه لها عده فروع. لا لا بصح ضيفو فيك. اسمعني انت امين، غدوه كل واحد يقول لك زارا انت تقول له شركه عالميه. انت مش سيد غدوه كش واحد صاحبي يقول لك، واحد تقول لك والله شت لا مارك زارا، تقول لها هي شركه اسبانيه عالميه. الاخ زارا نعم. انا مطلع هذاك هذيك لابليكاسيون، انا مطلع عليك لابليكاسيون تاع تاع زارا. لا يا اخي زوم، زوم المحاضره عن تطبيق زوم. هذه منصه زارا ماشي زارا. باترو انا نطلع لابليكاسيون هذيك تاع تاع زارا تاع تاع التواصل الاجتماعي يعني. اي دوك نسي بريميا لي بيري زارا. يا الاخ زارا. نعم صحيح يقولوا باللي زارا شركه هي احد الداعمين لاسرائيل. لا يا اخي زارا هي شركه يعني تجاريه يعني غير معنيه بالسياسه، وفي الاصل في الاصل زارا هي شركه اسبانيه تعمل في مجال الملابس، تنشط في الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه الشرق الاوسط في الامارات وحتى في الجزائر. الجزائر عندها مقر رسمي وعندها محلات في 12 ولايه يعني غنيه عن التعريف. اما السياسه فهي غير معنيه بالسياسه. وزيدوش طرحونا الأسئلة في السياسة يا جماعة. اسمع البوش هذا تحت البروغرام على هذيك تاع if you شغل لازم ديرك يحط لك هذيك الجملة هذيك تاع زارا هي شركة إسبانية عالمية. زارا سجلت في عدل. أخ زارا سجلت في عدل ولا لا؟ لا الأخ زارا نسقسيك معلي السؤال. نعم تفضل. مدام هي شركة عالمية لها فروع كثيرة، لماذا تريدين تمويل من طرف الناس فقراء؟ يا اخي هو الاستثمار يعني معظم الشركات لما يكون عندها مشروع جديد تحتاج الى تمويل، والتمويل هذا يكون عن طريق مستثمرين يعني راح يساهموا في راس المال وراح ياخذوا جزء من ارباح الشركه، يعني هذه حاجه معروفه يعني. لا الشركات المشاريع الجديده نورمال مول اللي اخترع الشركه هذه وين ودار الاسم تاعها وقال نورمال مول يكون عنده هو راس مال، علاه يحب يستثمر من عند الشعب؟ يا أخي كريم يعني الجواب تاعك الروضات هو دليل على نشرب. ما قدرتش نشرب، راح نشرب حكم القرعه ما قدرتش. تفكر في زارا يا اخ زارا. يا اخ زارا نعم سجلت يعني. معليش نسالك تفضل. انت ما تتنرفاش ما تضحكش. يا اخي كريم نتكلم على مشروع يعني بكل جديه بينهم يقطع في قشره يعني ما نشوفش وش هو الامر المضحك في هذا الامر يعني. ربما انت اخذها من جانب استهزاء ولا الله نعم. يعلم لكن نعم اخذها من جانب استهزاء. نعم يقزع. لا الاخزارة انا ما نفهمش العربيه مليح، نفهم الفرنسيه. ماذا بك تهضر لي بالدارجه خير، بالدارجه الجزائريه احسن. يا اخي انا نتكلم باللغه العربيه يعني لغة الأمة العربية، لغة الشعب الجزائري. نحن شعب جزائري نتكلم باللغة العربية. الشعب الجزائري ما يتكلمش باللغة العربية الفصحى، يتكلم بالدارجة بلهجتنا الدارجة نفهموك. يا أخي كريم والله السؤال تاعك يعني غريب نوعا ما. ما هوش مريق عليه البوت، البوت يهضر غير على الاستثمار وزارة. بصح راهي لم البطاقة منا حتى الغدوة تلقاه لي بارامتر عياني، لي بارامتر عياني.
بصراحه على واحد المتابعين شوف راه من باترو نقول لك حاجه نضحكك شويه. ش تعرف تيك توكر اسماعيل مان الهاكر هذاك؟ ما اعرفه شتو عدالي. هو اخترع روبو اسمه خيرة. وقال هذا هو مضحية. خلصتي والله غير كينا حاجة. شوف احنا ننضحكو بصح هو راه مدي 14 متابع راه يطلع في الكونت تاعو والداتا وراه عنده شحال عنده اليوم طلع 50 ديجا فولوور مازال يطلعوا مازال اطونسيون حذر حذر من الباتروس قلت لي طلعوا من عندك منه انا سمعت فولور صراحه لا 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 نحطه في مجال استثمار يعني ماشي سرقه ولا لا لا زارة نعطيك حاجة عشان مصباح ونخليك تعطيك وش هي الضمانة؟ أعطيتك سمح لي أنت مصباح ونخليك تعطر منصة زارة من حقك تعطر وتشرع الموضوع وأنا أقول لك أكيد 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 حتى يعني أنت أو الإخوة الحضور الإخوة الحضور يعني من حقهم الانتقاد لك يعني أنا أيضا من حقي ندفع الفكرة تاعي إيه وش من انتقاد غدوة شدي الشركة الأخرى غدوة قلت لي إن شاء الله تجي غدوة إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العشاء جميل 10 ونص هكذا الأحداث هم بجيب الشركة الأخرى إحنا زارة هذه خليها لها فارس صح بعد روحنا بالكونت الأخرى سمعتني غدوة زارة الحمراء مش الخضراء لا لا بمشيش بزارة وكان شركة كبيرة اسمها هاني مسيت ليسونسيال شركة غير زارة خلاص سمعتني جيبها وزيد اطرح الفكرة وما دامك معروضين يا جماعة معروضين على شاهين هاي تعشوش زارة هي شركة إسبانيا غير الملابس نعم في أوروبا زارة هي شركة أنا طلعت جديد أخويا شرحت المشروع شرحت المشروع زارة هي شركة كاين ناس جدد هنا يا زارة وشرحت ضامي هذا طلعت خويا أكيد 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 إذا زارة هي شركة إسبانية تنشط في الملابس تنشط في الأسواق الملكية الآسيوية في الشرق الأوسط في الإمارات وحتى في الجزائر الجزائر عندها مقر رسمي عندها محلات في 12 ولاية يعني شركة غنية عن التعريف زارة سؤال نعم ماركت في عدل نعم ماركت في عدل لا يا اخي نحن ما في مجال الاستثمار وعدل يعني ما 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 يعني موجهه خلينا نقول للموظفين الاجراء يعني بيتزا حره عدل هذه بيتزا حره الاجراء هما لاباس فيهم بيتزا حره قال لك دير 800 مليون في شهر وين تماركي فيها واش اسمك زاره أنا أعطيتك اسمي اسمي أبو محمد زارة نسألك سؤال زارة نسألك سؤال فضل وش من عمولات تخدموا بهم تخدموا بالبايبينز ولا البينانز ولا وش من لا يا أخي بما أن يعني شركة عندنا مكتب هنا في الجزائر راح نتعامل بطرق الدفع المقبولة في الجزائر وطرق الدفع يعني هي عبر البريد يعني كل دولة ولا أكيد أكيد بما أنها شركة يعني قانونية و... وفي الإمارات بوش تعملوا؟ بالعملة المحلية يعني بال... بعملة الإمارات وعن طريق بنوك الإمارات وش هي عملة الإمارات؟ نعم؟ ما هي عملة الإمارات؟ صح صح نسألك سؤال زارة نسألك سؤال نعم يعني عملة الجزائر معروفة دوليا أكيد تعرفها أنت؟ دينار الجزائري الحمد لله خلاص ما هي عملة الامارات درهم شات جي بي تي والله شات جي بي تي قد قد والله شات جي بي تي راح يجيحوا اسئله دي اسئله تسالوا هذا شو يطلعوا له شويه شويه الاخ زاره بما انه وجهك له كان جاقص دير له كان داب ما هو شكل وجهك يورانيوم بلاتينيوم نعم اخ الكريم بالعقل برك احنا قلنا ما التجريح لا ميم كان ميم لعد بوت خليه شويه مسكين نورمال ميم بوت وخليه شويه خلوا له نفس خليه شويه شنو هي زارة
بصح امكانيات رهيبه. زارا هي شركه اسبانيه تعمل في مجال الاسواق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الشرق الاوسط وحتى في الامارات وحتى في الجزائر. الجزائر عندها مكتب وعندها محلات تجاريه في 12 ولايه. شات جي بي تي ضايف. يلاه بلي يا جماعه خرجوا دي زابليكاسيون وين يكونفيرميو بالانتيليجنس ارتيفيسيال. وي كاين يهضروا مع الشيء بالانتيليجنس ارتيفيسيال ويجاوب على لي كيستيون اور سوجي ميم كي تهضر له على حاجه اور سوجي مثلا يجاوب عليها نورمال والطون دو ريفليكسيون تاعو اللي هو 2 سكوند سقسيه 2 سكوند يحوس لك على الريبونس الموجوده. شوف نفيدوا هذه الجماعه ممكن يحتاجوها. كانت كاينه ليكستونسيون راه لي اسمها ممكن تشارجيو عليها تاع الجماعه اللي يخدموا بلي ميساج ديال الكريبوند اوتوماتيك وشابه وتخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال حاجه شابه بزاف تريبوندي صح صح اسمها زعما ماشي تعطيها كيسيون تجاوب لك عليها كيسيون خارجه ولا تجاوبك صح على الكيسيون اللي عطيتها اكزاكت. هي تقرا كامل الداتا الكونسيون قبل تقرا كاع الداتا وطوروها نورمالمون ما كنتش نكذب طوروها ديزاين جينيه هما اللي خلاو. السلام عليكم شي جرا كيفكم دايرين؟ الحمد لله. كيفاش اسمو الابليكاسيون هذيك الاكسبيرينس؟ ما هي زارا تيك توك على بالي نسيتها على بالي عندي مده وكنت على بالي عندهم كنت وشنو زادوا طوروا فيها. انا ما حسنا ضيفوك دقيقه سيد حبيب ضيفو عبد الرحمن. السلام عليكم كيفكم دايرين لاباس؟ والله انا بغيت نسي زهري مع ساره. ساره ما هي ساره؟ زهره نعم زهره ما عرفتهاش. زهره انا طلعت دروه هذا قوري يعني شرحت المشروع يعني من قبل ما هي زهره ممكن ان تعيد؟ نعم بطبيعه الحال زهره هي شركه اسبانيه تنشط في السوق الاوروبيه الامريكيه الاسيويه في الشرق الاوسط في الامارات وحتى في الجزائر. الجزائر عندها مكتب رسمي راني نطردك بالدك ما بغاش الشركه غنيه عن التاريخ والله غير بس راني متعجب راني انورمال. اذا كان بنادم هذا انورمال واذا كان بوت غادي يولي يطيح هذا البوت. المشكل تاعو عندك خوف قادر تهضر في التليفون تحسبه انسان و هو يجيك بوت. والله راني مخلوع انا ما يدهش انا في هذا زهره يدهش فيه انا زهره اخويا. نعم اخي انت انسان جيد. شكرا اخي بارك الله فيك. شكرا واصل واصل زعما زعما وصل الذكاء الاصطناعي هكا يولي يهضروا بالدرجه تاعنا وكاع زعما نورمال. تشوف العجب شوك انا سايت كل سايت وسويس سايت ولا لا توسويس عمك شوفوا اسمع دقيقه واش رايك في الصوره تاعي؟ انا في الساعه تبدا فيه نقول له زهره قول لي قول معليش اسمع معليش ما تعرفش الموقع اللي تهضر نتايا وتخير صوت المشهور اللي يعجبك والانسان اللي يعجبك يولي صوتك هو صوتك باطل. اما يكون باللي شات جي بي تي الكاف دراجي يهضر ومصح انت اللي راك تهضر تبري شات جي بي تي الكاف نهضر معاه بالدرجه. هذا انا اللي جا هذا انا اللي يا خو كيفاش راهم يطلع داير هو كيفاش راه داير لا ميثود هادي باش يريبوندي كما نورمال ارتيفيسيال فيها كل شيء فيها معلومات قيد هذا جماعه والله راح جي بي تي هذا جي بي تي سيد جماعه نعم والله راح نسقسيكم سؤال على البوت الجديد هذا اللي هما داير حاله في تيك توك في فيسبوك في الانستغرام في التليجرام البوت هذا هامستر هامستر كومبا هامستر كومبا عملة رقمية جديدة وش رأيكم فيها يعني؟ عم يقولوا مليحة والناس قاعدة تهضر فيها و... انت تجرب وش خسرت؟ ما خسرت والو والله ماني خاسر والو انا راني داخل فيها نورمالمون يقولوا هاد الشهر البريمير اير دروب هاد الشهر من البريمير اير دروب ومازال الباقي ما توحشتش الزهر جامل واحد الزوج ملاعين ها؟ والله كيشاف جمع فيها واحد الزوج ملاعين ولا زوج ملاعين لا زوج ملاعين شوف شوف عندك البروفيت بار اور ماشي لهاد النقطة هادو وش هي العملة ديزل زون؟ هامستر كومبا هذا ما سمعتش بها ياخذوا اسمع صاحبي ياخذوا من يمدوا لك وماشي كامل من البروفيت بار اور وما يمدهولكش كاع باسكو راهي في ال 25 مليون
بصح هما راهم يقولوا تحولها، تحول العمله تاعها لباي بيت و ومن بعد بحالتهم. بازار خليها في المحفظه تاع التليجرام ودخل في المنصه مبدا تداول بها ولا بيعها ولا هذه هي. وطلع البروفيت بار اور بلي كارت هذا وتشري لي كارت. زارا سقسيك سؤال. احي زارا. نعم تفضل. وش رايك في هامستر كومبا؟ والله يا اخي يعني احنا عندنا مجال استثمار يعني محدد يعني في الملابس، وحاليا انا نطور في مشروع ملابس من الجيل الجديد، يعني المشاريع الاخرى يعني ما عنديش فكره، ما نقدرش نعطيك اجابه. والتجارة الإلكترونية في الجزائر كيفاش راك تشوف فيها؟ يجي بالله اكيد التجارة الإلكترونية. واش الو بوغا خاوتي سيريو كاين ايبوت هكا برغمون طلعوا لايف او كاين كتر نطوروا قماش يعني من جديد، ويعني هذه داخله في التجاره الالكترونيه لانه نستغلوا مواقع الالكترونيه للتسويق. انا حكيت على التجاره السلع. واش راك تشوف فيها؟ يفكرني في شات جي بي تي كيبقى يحوس. نعم على كونيكسيون نقصلو كونيكسيون. حاول نحن في الاستماع. كفاءك من غير تسويق ما شاء الله. هذا في المطار ولا وين؟ وقال شاط جي بي تي بدا يتعقل. اي والله يا خوتي والله ما قديت والله ما قديت انورمال الله يحفظك زارة وضحكتنا ثم قلعتنا الانرجي نيجاتيف ونسيتنا شوية في امنا يا اخويا في خطرة طلع باطمون والله ادعو له بالخير والله انا قلت انت انسان جيد قلت تسمى احنا قاعدة زعمنا عليك وانا قلبنا بويدين زي ما فاهم والله في الحاله يا جماعه كي تشوف دي بوت هكذا يخدموا هكذا والله غير تخوف. هذا غدوه تهضر في التليفون مع انسان ما بالكش معاه تهضر وانا رايحين ما داروهاش لي ريبوندور تليفونيك داروها سكتور مون داروها متاح ما تحبس راسك غير شوف نقول لك عاجر كلش واش تتوقع في راسك كاين لا غير هي وزيد هكذا كيما راه هنا راهي المفضطه يتعلم كيفاش الناس تهضر باينة بصحيت باش دونك يديفلوبي في روحو باش يعرف الجايه ايه باش هو يخدم بالداتا تاعك دونك انت راك تستهزى هو هذيك الاستهزاء ويديرو كبروغرام يولي يخدم به من بعد اكزاكتومون يحوس لا بون ريبونس على هذيك يروح للفيسبوك ديال الداتا تاعك باش تجيب لك جمهور نفس الفكره ذكاء اصطناعي هذه تخدم بالذكاء الاصطناعي وهذه بالذكاء مبنيه كاع الداتا والمعلومات صح زارا حامي على روحك زارا واش حامي على روحه ما نقول له والو قلنا له انت روبو ما قال لا اله الا الله حرقت قلنا له شي ما كاين والو وقيل بالك صح منصه نشوفوا نتبعوا بصح تما قال لك الصامد يغلب القبيح يا اخويا عنده الحق قال لك انا ندافع عنده الحق زارا هي المنصة واسمع هو واثق من نفسه ومن الفكرة تاعو خويا ما تجينيش كاع نتايا راسك على بالو بلي حيجوا معاه كيما قال لك توب ستوري شوف ديجا من لايف وطلع 16 عباك البروبليم وين لي زالجيري على باكم ماشي تلتم والله لا مبروطين متأمش عقلك دوك انت راك تستهزا معليش انت راك تستهزا اليوم يجوا يتفرجوا بلا ما يهضر ما والو او يابوني عنده باش يحوس عليه يخدم حيات راه يوسع الاودينس تاعهم ايه في الفكره مانيش تمش في الفلوس ما هو على بالو واش هو يدير اي بيان
هو راه يدخل لك في راسك زاره في شركه عالميه وكذا وكذا. خرواصل دروز واحد يولي يهضر بها، اي واحد يولي يهضر بها. نقول لك حاجه، في الجزائر هذه تنتشر كان ماري في العاشي لخزاره. نضمن لك صح، نضمن لك غدوه في اليوتيوب وتسمع بها لخزاره. ممكن سؤال؟ نعم يا اخي. نعم، ما هو حاصل 5 × 0؟ يا اخي كريم هذا استهزاء، يعني احنا نتكلموا في مجال الاستثمار وانت يعني تكلم لي في مجال المصداقية. احنا رانا مستثمرين، المصداقية برك 5 × 0. انت مستثمر؟ نعم. يقول له هل لديك استثمارات من قبل يعني في مشاريع اخرى؟ نعم. يودي 5 × 0. وكيف يعني للإنسان عنده استثمارات وعنده مشاريع يعني ما يقدرش يقوم بعملية حسابية بسيطة 5 × 0؟ يعني هل هذا معقول؟ لا، 5 × 0 شحال در كيه حسب السؤال؟ لا يا أخي، أخزار نسقسك سؤال في السؤال هذا اللي طرحوا عليك. يعني فقط اللي يستثمر يعرف الحسابات، واللي ما يستثمرش ما يعرفش الحسابات. يعني خلينا نقول يعني واحد عنده استثمارات يعني الاستثمار تاعو يعني يكون بين 5 × 0 شحال الحاج؟ يا اخ زار انا بنضمن دراهمي باللي في ايدي امينه، شحال 5 × 0؟ علاه؟ يعني انت يعني على حساب واش قاعد نفهم، يعني انت تقيس المشاريع تاعك اللي راح تستثمر فيهم وشحال راح تحصل ارباح. 5 × 0 كم تساوي؟ اعطينا الحل. 5 × 0 يعني المشاريع تاعك تقيسها بمعادله حسابيه بسيطه، يعني اذا ما تعرفش ليس سهل لهذه الدرجه. يعني هناك استراتيجيه، هناك خطه تسويق، هناك شو يقول لي حفظوا عليك 5 × 0 ومن بعد روح درمان. 5 × 0 هادو مجموعه من هائله من الاسئله رانا نسالوا فيهم باللي دراهمنا رانا نحطوهم في ايدي امينه، من بينهم سؤال بسيط هذا. حنا كي تروح دير ان تيست تبدا بالاسئله الضعيفه الصغيره ومن بعد تروح للاسئله اللي مزيرين. 5 × 0 ساعطيك اجابه يعني قويه ومقنعه. انت ما تخبب فيها. سوف اعطيك اجابه. نعم، شحال؟ 45. سأعطيك إجابة قوية ومقنعة. خمسة. خبرك دوك. 5 × 0. ماني يا أخي. اكتب تقسيم 5 × 0. 5. أعطيك الـ. تقسيم 0. اسمعني يا أخي. يساوي. 5 × 0. يعني النتيجة تاعها هي نفس نتيجة المعادلة 1,000,000 × 0. يا رب استغفر الله يا ربي. هذا بوت باين الرب العالي بصحة. شابو البوت هذا والله. لا شابو والله، لا استعرب بك ستار بوكس والله، لا استعرب بك والله. جبتها في الصوار حكت اليوم خوتي سيريو. كاين دي ملان يا حمار. مزارع شحال المستوى الدراسي تاعك؟ نظن يعني هذه أسئلة شخصية يعني ما عندهاش علاقة بالمشروع ولا يا ودي صاي والله. لا أخوتي اسمع، هذا كيفاش تعرف باللي بوت؟ كيفاش خدمة واحد غادي يحط راسه ثاني يتعلم حاجة جديدة؟ اسمح لي نقول لك حاجة، ديري له شابو تلفها لكم كاع. واه تلفها لنا دروك.